اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات الاهلي خط احمر. اهلا بك فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. وان شاء الله كالعاده نقدم حلقه في المستوى اللي هم متعودين عليه مننا ان شاء الله. بعد رحله شاقه جدا الى غانا، النادي الاهلي كالعاده يصعد الى الدور التالي للعام الثامن على التوالي. الحقيقه بدايه البطوله عند النادي الاهلي اخر 8 مواسم او اخر 8 سنوات بتبدا من الدور ده، فتخيل بدايه البطوله عند النادي الاهلي هي مرحله وداع بعد وداع بعض الفرق للبطوله دي، خاصه الفرق اللي بيقال عنهم ان هم منافسين. وانا الحقيقه بشوف ان ده ضغط كبير جدا وقع عليهم بقدر استفادته من كلمه منافس النادي الاهلي، الا انه ايضا ضغط عليه في وضعه مع منافس النادي الاهلي، لان الاهلي بيصنع التاريخ، الاهلي في الحاضر والمستقبل والماضي ان شاء الله يكون دائما وابدا رقم واحد. دي بطولته المميزه، اخر 4 مواسم النادي الاهلي بيصل المباراه النهائيه بيحقق 3 بطولات، ما دون ذلك الفرق المصريه التي تسمى منافسي النادي الاهلي بعيد تماما عن تحقيق مثل هذه الانجازات. يمكن طبعا يعني هارد لك لفريق بيراميدز النهارده، تلقى هزيمه قاسيه امام مازيمبي بثلاثيه نظيفه واصبح خارج البطوله تماما. ودي مشكله يا جماعه بطوله دوري ابطال افريقيا اللي البعض استسهلها من انجازات النادي الاهلي. يعني بدانا نسمع السنوات الماضيه ان بطوله افريقيا بطوله سهله، ان النادي الاهلي حول بطوله افريقيا لدوره رمضانيه. ده لما تاخده في مفهومه الصحيح هو مستوى النادي الاهلي اللي هو فارق عن مستوى الفرق الأفريقية، مش لأن البطولات ضعيفة، بدليل أن مفيش فارس آخر مصري غير النادي الأهلي قدر يحقق البطولات دي، أو حتى قادر أنه يصل للمباراة النهائية أو الأدوار الإقصائية باستثناء نادي الزمالك لما صعد للمباراة النهائية أمام النادي الأهلي في مباراة القضية الشهيرة. وبالتالي لازم نبص للبطولة دي باحترام أكتر من كده، ونبقى فاهمين اللي بيعمله النادي الأهلي هو الاستثناء مش القاعدة، لأن الحقيقة القاعدة اللي احنا شايفينها إن مفيش أندية مصرية بتحقق البطولة دي أو بتقدم إنجازات في قارة أفريقيا باستثناء النادي الأهلي. ولذلك بداية النادي الأهلي، مرحلة بداية النادي الأهلي هي مرحلة نهاية الآخرين، وكانت المباراة بظروف صعبة جدا. يمكن عصرنا وشفنا وتابعنا دقيقة بدقيقة وساعة بساعة وصول البعثة إلى مطار أكرا ثم كوماسي، والعودة أيضا اللي كانت يعني بعد المباراة مباشرة، والإرهاق اللي كان على اللاعبين. يمكن كان شوط أول مش أفضل حالات، لكن شوط تاني بهوية النادي الأهلي فوز تاريخي مش لقوة فريق مدياما بقدر ما هو فوز في الأراضي الغانية بعد 8 محاولات و8 زيارات إلى غانا لم يحقق النادي الأهلي الفوز. النهاردة كمان مباراة يانج أفريكانز وشباب بلوزداد، ومفاجأة من وجهة نظري الفوز برباعية ليانج أفريكانز على شباب بلوزداد حسم المجموعة، وأصبحت مباراة الأهلي ويانج أفريكانز هي مباراة فارس من أجل حسم مقعد صدارة المجموعة. ويمكن كنا مشتركين جدا في أفكارنا في فكرة أن النادي الأهلي لابد أن يصعد متصدر المجموعة أيا كانت الظروف اللي قابلتنا في البطولات الماضية، أننا تاني وخدنا البطولة، لكن في النهاية أنت اسم النادي الأهلي، القيمة التسويقية للنادي الأهلي، إمكانيات النادي الأهلي الفنية كان لازم تؤهله أنه إن شاء الله يكون أول هذه المجموعة. ده حقيقة أسامة، ويمكن تاريخ النادي الأهلي فيه كتير جدا من المواقف اللي أنت يا جماعة برضو صعدت فيها أول مجموعة وحققت اللقب، ومواقف أخرى صعدت فيها تاني مجموعة وخسرت اللقب، وأقربها اللقب اللي خسرته أمام الوداد في 2022. فأنا بشوف إن الجيم بتاع أول وتاني والكلام ده والفقل الحسن والحظ، شوف إن هو يعني لا يليق بالنادي الأهلي ولا يليق بعقلية جمهوره. عقلية جمهور النادي الأهلي لديه ذهنية خاصة جدا هي اللي صنعت التفوق على مدار سنوات للنادي الأهلي، وهي إن أنت فريق ما بتبصش لكده، فريق ما بتعتمدش على الحظ ولا عندك قصة بقى اصل بتفائل بالتيشيرت ده، بلعب بالتيشيرت الاساسي، بلعب بالتيشيرت الاحتياطي. النادي الاهلي ما فيهوش يا جماعه الكلام ده، النادي الاهلي فيه اللعب على البطوله وبس. طبعا ما فيش حد طول الوقت وهو بطل مطلق، والا نلغي التنافس في كره القدم وبلاها. انما هدفك ايه يفرق كبير جدا عن اللي بتحققه وعن هو هدفك. هدفي طول الوقت ان انا بطل، اللي بحققه ان هو غالبا انا بكون البطل، ووارد يحصل استثناء، ولكن مهم جدا ان انا عقليه جمهور النادي الاهلي وعقليه النادي الاهلي هي بتبحث على البطوله. 2005 كنا اول مجموعه وخدنا اللقب، 2006 كنا اول مجموعه وخدنا اللقب، وغير كده كتير جدا. ففكره اول وتاني والتفاؤل والتشاؤم انا بشوف ان هي فكره دخيله على الثقافه التشجيعيه الاهلاويه. ولكن
نروح بقى لحاجة مهمة وكان أسامة كلمكم فيها. بصوا يا جماعة، يعني الحقيقة وأنا بتفرج النهاردة كنت فخور جدا بأن أنا هنا في خط أحمر أنا وأسامة إعلاميين بيمثلوا النادي الأهلي، وفعلا فخور بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأن كمان عندنا أفكار راسخة بنرددها طول الوقت، والبعض مع الوقت يا جماعة بيكتشف طب ما الناس اللي بتقوله ده هو الحقيقة اللي احنا شايفينها قدامنا. النادي الأهلي في مباراتين هما ظروف صعبة جدا، بيروح قدام الجزائر فريق شباب بلوزداد في الجزائر وهو بيلعبش من 50 يوم، بتروح وتقدر تحقق نتيجة إيجابية وانت في ظروف سيئة جدا، إصابات، غيابات، عندك 50 يوم ما بتلعبش كورة ومع ذلك بتروح تحقق نتيجة إيجابية. طيب بتروح تلعب ميدياما، هتقول لي ميدياما لا، ده انت بتروح تلعب على ملعب بالشكل اللي احنا شفناه ده، بتروح تلعب في غانا وانت عندك مشكلة مريت بيها في ظروف الرحلة وفي ظروف السفر قبلها، اكيد كان لها تأثير سلبي جدا. بتروح تلعب وانت في ظروف حتى داخل المباراة مش هي الافضل، ولكن ومع ذلك بتقدر ترجع بالثلاث نقاط اللي بتحافظ ليك على صدارة المجموعة وبتقربك كتير جدا من التأهل في صدارة المجموعة. يمكن اللقطات اكيد هنروح لها، ولكن مهم هنا ان احنا بنتكلم عن مفهوم مختلف في النادي الاهلي، وهو ان النادي الاهلي اللي لديه القدره دي ان هو في اصعب الظروف يحقق افضل النتائج، دي عقليه تخص النادي الاهلي وطبيعه تخص النادي الاهلي وفلسفه تخص النادي الاهلي. فالنادي الاهلي قدر بشكل كبير يحقق حاجة مهمة جدا يا جماعة، يحقق درس. ايه هو الدرس؟ ان النادي الاهلي هو واحد في مصر، في نادي اهلي واحد، ملوش كوبي، ملوش نسخة تانية، ملوش تقليد، مفيش كده خلطة هتجيبها وتحاول تطلع منها حاجة شبه النادي الاهلي، هتفشل. وانا بشوف النهاردة ان اخفاق بيراميدز محتاجين نقف عنده، مش عشان بيراميدز، بيراميدز لديه إدارة، لديه مسؤولين، لديه مستثمرين يقدروا يتكلموا في التجربة بتاعته ومدى تحقيقها لنجاحاتها، شأن يخصهم سواء حققوا أو ما حققوش، ده شيء يخصهم هم. ولكن أنا هنا بتكلم عن النادي الأهلي، إيه علاقة ده بده؟ أقول لك علاقة ده بده، أقول لك علاقة فريق بيثبت للجميع إن يا جماعة لا، القصة صعبة. وزي ما قلنا لكم وطول الوقت بنقول لكم على الشاشة دي، عشان كده بقول لكم إحنا لنا دايما أفكار واضحة، إن الأهلي بيتعاقب عشان سهل الموضوع على الناس. لما تلاقي الأهلي 4 سنين في نهائي أفريقيا بيحقق 3 منهم، لما تلاقي النادي الأهلي 2017 في النهائي، 2018 في النهائي، 2019 لا، ثم 4 سنين تانيين في النهائي، آخر 7 نسخ النادي الأهلي لعب النهائي 6 منهم. فمين اللي عمل كده؟ مين اللي خلى البعض بضيق أفق شديد وبقصور شديد في الرؤية يطلع يقول لك اصل النادي الاهلي والبطوله سهله وهي فين الفرق اللي في افريقيا؟ يا جماعه قلناها 100 مره في الشاشه دي وفي المكان ده، اللي بيقول كده هو بيسيء لفريقه مش الاهلي، لان انا بروح بخرج في منافسات عالميه بحقق تالت عالم وبحقق برونزيه، فانا ده قدر الطبيعي في كل حته. انما لما انت تيجي تقول ان النادي الاهلي بطل في مسابقه ما فيش فريق مصري على مدار ما يقرب من ربع قرن هز اللقب ولا حقق اللقب فيها، فانت بتسيء للفرق دي. انت بتقول واقع الفرق دي ان الفرق دي اضعف من الفرق اللي انت بتقول عليها ضعيفه. طب هل الفرق دي ضعيفه؟ هل الفرق دي ما صرفتش؟ وحاجه مهمه جدا ان اسامه نشير اليها كمان، لان البعض بيتجاهلها. البعض بيجي يتكلم اصل النادي الاهلي بيتوفر ليه رعايه وفلوس وبتاع، ولو وفرت لي ده. طب هو سؤال يا جماعه مهم جدا، هو نادي زي بيراميدز ده ما توفرلوش ارقام هي الاكثر انفاقا خلال الثلاث اربع خمس سنين اللي فاتوا دول؟ طب حقق اللي حققه النادي الاهلي؟ فالقصه هنا محتاجه يا جماعه نقف كلنا قدام نفسنا واقفه في الرياضه المصريه واقفه في الاعلام المصري، ان هذا النادي اللي اسمه النادي الاهلي اللي يحمل وحيدا سمعه الدفاع عن الكره المصريه ما بين الانديه قاريا اخر ربع قرن، يستحق ان هو انجازاته وبطولاته تقدر بشكل مختلف من اعلامه المحلي. ما الاقيش ان انا بسمع من اعلام اخر كل ما يستحقه النادي الاهلي، وهنا ناس بتقلل وتحاول تفسد الفرحه بمنتهى البلاهه على النادي الاهلي. واعتقد النادي الاهلي بيبرهن ده. وحاجه كمان مهمه واخيره في النقطه دي، لما انت بتيجي بتشوف بعض المواقع
تخرج وتتصيد للنادي الاهلي فكره ان فريق اخر انت النادي الاهلي مش طرف خالص في الموضوع، فتبدا تقول لان بيراميدز مثلا بيحقق نتيجه ايجابيه مع سان داونز خارج الارض، فاقول لك بيراميدز ينجح في حل عقده الاهلي مع سان داونز خارج الارض. طب النهارده يا جماعه المواقع دي ما بتجيش تقول ليه ان النادي الاهلي بينجح في التاهل والصعود عن مجموعته 8 مرات متتاليه في عقده لجميع الفرق المصريه؟ ليه ما بنجيش نقول النهارده ان النادي الاهلي ينجح في الصعود على حساب مازيمبي مثلا، ان بيراميدز يفشل في الصعود على حساب مازيمبي زي ما النادي الاهلي عمل في 2012 وتصدر المجموعه اللي كان فيها مازيمبي وحقق اللقب؟ ليه ما بنقولش ان الفرق الافريقيه او النادي زي بيراميدز يفشل في الفوز على مازيمبي خارج الارض بخلاف النادي الاهلي اللي فاز على ميدياما؟ هي فين العناوين دي؟ لو عندنا بجد مصداقيه يا اسامه يبقى كان طبيعي ننتظر ان احنا نشوف العناوين دي. لا بالعكس، انا مش عايز اشوف العناوين دي، بل بالعكس انا عايز يعني الاعلام يكون رفيق الى حد بعيد بمنافسي النادي الاهلي المحليين، لان انا بشوف ان الاعلام بيحط ضغوط كبيره جدا على هذه الانديه. مهما كانت قيمتك التسويقيه، مهما كانت يعني بطولاتك وانجازاتك السابقه كاي منافس للنادي الاهلي، لما بتتحط في جمله مع النادي الاهلي انا بشوف ان انت زي ما بتستفيد من الجمله دي قيمه تسويقيه انت بتدار بالتاكيد، لان عقد مقارنه بينك وبين النادي الاهلي امر صعب جدا. ليه صعب جدا؟ لما يحققه النادي الاهلي. يعني لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي الفتره الاخيره بيصل الى كاس العالم للانديه، بيحقق 3 برونزيه، بيشارك في كاس العالم للانديه القادمه بنسختها المختلفه، بيحقق 3 دوري ابطال افريقيا، بيحقق 2 سوبر افريقي، بيحقق الانجازات دي. وانت بتيجي تحط اي نادي ممكن حتى يكون مستحدث، وده كان عيب الحقيقه اتحط على بيراميدز في مباراه سان داونز لما قالوا مقارنه ما بين نتيجه بيراميدز وسان داونز في جنوب افريقيا بمقارنه النادي الاهلي، كان عيب. نتيجته كان ايه؟ نتيجته ان بيراميدز اخر 4 جولات تقريبا لعبهم في البطوله دي لم يستطيع ان يسجل هدف واحد فقط لغير خارج ملعبه، ما سجلش ولا هدف. خلاص، ما هو ارتاح لفكره ان انا اتحط بيني وبين النادي الاهلي مقارنه وكمان اعلاميا انا تفوقت فيها. طب تعال على ارض الواقع، النتائج ايه؟ النتائج ان بيراميدز بيخرج من مجموعته قبل جوله اخيره، يعني حتى لم ينتظر في المنافسه لجوله اخيره، ان بيراميدز بيقبع في مؤخره المجموعه في المركز الرابع. ده امر صعب جدا مع كامل احترام الفريق زي فريق نوازيبو مثلا. لا، بيراميدز اتهزم منه 2-0 خارج ملعبه وكان الامر صعب جدا. فرجاء، انا لو انت مش قادر تدي النادي الاهلي حقه، النادي الاهلي هيقدر يحقق انجازات، لكن حاول تساعد منافسي النادي الاهلي بتحقيق انجازات بانك تبعدهم عن المقارنه مع النادي الاهلي، لان انا بشوف بمنتهى الوضوح ان اي مقارنه محليه مع النادي الاهلي هي مقارنه ظالمه للفريق اللي هيتحط اسمه جنب النادي الاهلي، هي مقارنه ظالمه. مش بكلمك عن تاريخ فقط لا غير، ولا بطولات ولا انجازات، انا بكلمك عن حتى حاضر ملموس. الاهلي سابق بشكل كبير جدا 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 عن اقرب منافس ليه، فانت ما تحاولش تحط ضغط وعبء على اقرب منافس للنادي الاهلي او بعض منافسي النادي الاهلي بالمقارنه. بالعكس، ابعد خالص عن فكره المقارنه دي. انت بقى عاوز تدي النادي الاهلي حقه وتتكلم عن النادي الاهلي وهويه النادي الاهلي الفريق البطل، والله هنقول لك شابوه، انت راجل منصف وموضوعي. انت عاوز تتجاهل النادي الاهلي خالص، هنقول لك والله بدون ما تتكلم عن النادي الاهلي لا ايجابي ولا سلبي، هنقول لك والله مقدرين مشاعرك وظروفك النفسيه اللي منعتك انك تتحدث عن انجازات النادي الاهلي في الوقت اللي كل الدول العربيه والاشقاء المهتمين بالرياضه العربيه بيدوا للنادي الاهلي قدره وحقه. انت بقى رحت للحته الثالثه خالص، وهي فكره تبقى شايف انجازات النادي الاهلي فتلتزم الصمت، او تحاول تقلل منها، او تقول دي بطوله سهله، او منافس ضعيف، او تحكيم، او اعلام، او اتحاد كوره، او مجاملات، او تروح لسكه تانية خالص ان انت تستنى وانت تكون اكثر ذكاء من الفئه الثالثه دي بس تبعها، وتقوم مستني اي اخفاق للنادي الاهلي في مباراه في بطوله، كاخفاق مثلا البطوله الماضيه خماسيه امام سان داونز او حاجه، كاخفاق تعادل خارج الارض او تعادل حتى مع شباب بلوزداد على ملعبك، فتبدا تطلع بقى فين الاهلي، فين كولر، فين المدير الفني ايا كان اسمه، فين اللاعبين، فين كل الكلام اللي انت بتقوله ده. هو ده الفئات اللي احنا بنتعامل معاها. انا الحقيقه الفئه الوحيده اللي اقدر يعني اكون بحترمها الحقيقه يعني هي الفئه اللي مش قادره، اللي مش هتقدر تتكلم عن النادي الاهلي بايجاب ولا بسلب، وتاخد تنزوي كده وتقعد ساكت وهنقدر مشاعرها، لان انا هتعاطف معاها، مع الفئه دي هتعاطف معاها. الفئه الاولى اللي هي
مش فارق معاها وبتحط ضغط على الانديه المنافسه، دي بقى مسؤول الانديه المنافسه هم يكلموهم. واذ ربما مسؤول الانديه المنافسه عاجبهم القصه دي اللي هو تعال نحقق نجاحات في الهواء، تعال نحقق نجاحات من الهواء، اللي هو فكره ايه، انا اسمي بيتحط مع النادي الاهلي، انا ما بعملش حاجه على ارض الواقع، وبالتالي انا مستفيد من ان اسمي بيتردد مع النادي الاهلي، مره هيتحط في مقارنه مع النادي الاهلي، ولما النادي الاهلي يحقق انجازات انا اصلا كده كده مش هيذكروني، فانا مستفيد في حاله ان انا بعمل اي تعادل خارج الارض مثلا. لكن الفئه الثالثه هي اللي بنقف عندها كتير جدا بقى، اللي هي ايه، مستنيه لك بقى، يا مستنيه لك غلطه، يا مستنيه لك اخفاق، يا مستنيه لك نتيجه سلبيه، عشان كده بنقدر نتعامل معاها هنا في الاهلي خط احمر، والحقيقه لا نتعاطف معاها وربما لا نحترمها الحقيقه، برغم اننا بنحترم الجميع، ولكن من يتعدى الخط الاحمر مع النادي الاهلي هو له عندنا الرد بالتاكيد بهويه النادي الاهلي، بقيمه النادي الاهلي اللي احنا دايما بنتكلم عنها. لكن نروح للمباراة، وأكيد وإحنا بنروح للمباراة أنت حصل لك مشاعر متباينة كمشجع للنادي الأهلي، كطبيعة الحال أنت متشوق جدا للنادي الأهلي بعد عودة بعد إيقاف 50 يوم، 50 يوم بالنسبة لمشجع النادي الأهلي بدون رؤية مباراة للنادي الأهلي مش ببالغ، ده حقيقي حاجة كأنها لا، أنا ناقصني حاجة كبيرة جدا، ناقصني حاجة كبيرة جدا، طب عايز أتفرج على مباراة ودية، فيجي مارسيل كولر يقول لا، إن استنى المباريات الودية ما تبقاش مباشرة وما تبقاش مذاعة لأسباب متعلقة برؤيته الفنية اللي بنحترمها طبعا، فبالتالي أنت منتظر بشغف تشوف النادي الأهلي، فيجي النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد، يعني النتيجة كانت إيجابية ولكن الأداء ما كانش أفضل حالة، نتيجة إيجابية بدليل إن أنت حاليا متصدر المجموعة، هتلعب المباراة الأخيرة، التعادل يصعدك أول مجموعة، لكن إن شاء الله بنلعب للفوز حتى لو المباراة كانت مجرد تحصيل حاصل أو ان انت لصداره المجموعه او المركز الثاني. طب الشوط الاول في مباراه ميدياما لا، الامور كانت صعبه جدا، وبرغم ان انت كان ممكن تطلع تمتلك كل الاعذار للاعبين دول، ولكن لا، انا امتلكت الاعذار للاعبين حتى صافره البدايه، اول لما الحكم صفر بدات اشوف السلبيات، بدات اشوف ان مش ده شكل النادي الاهلي، مش هويه النادي الاهلي، مش طريقه واسلوب لعب النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده افضل من كده، وربما ده كان عند كولر ايضا اللي واضح ان هو ما بين الشوطين تعامل مع اللاعبين بشكل مختلف، فنزلنا شوط تاني مختلف تماما، نزلت بهويه النادي الاهلي، نزلت من اول 3 دقائق عملت كره اون تارجت سجلت، بدا يكون ليك شكل هجومي في اخر مباراتين في دوري ابطال افريقيا، ولكن عشان توصل للمرحله دي كان عندك شكل دفاعي متميز جدا، وعلى راسهم خط الدفاع وحارس المرمى، حتى لو كان عبد المنعم مش في افضل حالاته امام ميدياما، لكن مصطفى شوبير المباراة الثانية على التوالي وصل رسالة واضحة، أي مشجع للنادي الأهلي حاليا لو سألته أنت مطمن ومصطفى شوبير واقف في المرمى؟ آه. مش قلقان؟ لا مش قلقان. طب ده لسه بيبدأ أول مبارياته، ده بالكتير كل اللي لعبوا بشكل متفرق 20 مباراة، لا مصطفى شوبير إداني اللي يخليني أثق فيه كحارس مرمى. في مباراتين صعب جدا جدا السيناريو بتاعهم، في مباراتين انت بتتحدث عن تعاقد مع حارس مرمى، لا قبل غلق الباب القيد الافريقي، لا بعد غلق الباب القيد الافريقي، لا في المسابقه المحليه بتلعب خارج ملعبك، الفريق مش في افضل حالاته، مصطفى شوبير كان واقف على رجله وسايب كل ده بعيد عن دماغه، انا مركز في حاجه واحده فقط لا غير، انا مركز اوصل رساله للناس، انا حارس موهوب. هل ده معناه ان مصطفى شوبير مش وارد يغلط في ماتشات قادمه؟ وارد جدا، لان الغلط بيقع فيه كل حراس المرمى في العالم، لكن كإمكانيات تؤهله لحراسة مرمى النادي الأهلي موجودة، بل اللي أنا براهن عليه إن بعد كابتن محمد الشناوي إن شاء الله، يعني ربنا يعني يديله البطولات والإنجازات ومزيد في ومزيد من البطولات في الملاعب والمباريات، الحارس اللي هيحرس مرمى منتخب مصر مستقبلا هو مصطفى شوبير. أمامه خط دفاع فارس يمكن كلنا تقريبا اللي عقر مزاجنا هو إصابة ياسر إبراهيم. ده حقيقي. بص انا بشوف ان المباراه يعني ظروفها كانت يا جماعه متغيره جدا، والناس للامانه طبيعي ان حاله الشوط الاول هي اكبر دليل ان فكره التبرير والاعذار واصل السفر واصل الملعب واصل بتاع، الشوط الثاني يثبت ان لا، النادي الاهلي قادر. وطبعا طبعا انت التباين ده جاء نتيجه ان اكيد مارسيل كولر كان ليه دور بين الشوطين، الشوط الاول زي ما سامع لكم يعني لم يكن أفضل شيء عند النادي الأهلي، كان باين جدا النادي الأهلي مش في حالته، ميدياما راح بأكتر من كرة شديدة الخطورة على مرمى النادي الأهلي، كان ممكن يا جماعة تودي المباراة لحتة تانية خالص،
وتوديك لحته صعبه وعلى الملعب ده وانت متاخر وسط الظروف اللي هي مش افضل حاجه فنيا ووسط ظروف طبيعه المباراه خارج الارض كان ممكن ما ترجعش. انما اللي ساعد ده انك كان عندك زي ما اسامه قال حارس مختلف. وانا هنا مهم جدا بعض الامور، اولا فكره ان مارسيل كولر اكيد هنسمعه واكيد هنسمع تصريحاته، ولكن مستر مارسيل كولر يا جماعه هنا مهم جدا ان هذا الرجل مدرب تثق فيه. يعني ايه تثق فيه؟ ما بين مارسيل كولر اللي كان عنده مشاكل كتير جدا في فهم طبيعه افريقيا قدام سان داونز وخسر بخماسيه، وما بين مارسيل كولر هذا المدرب الذي اعاد ترتيب اوراقه فتشوفه بيخرج يلعب قدام الرجاء ازاي تحت الكوره، وتشوفه بيلعب بفلسفه مختلفه قدام الترجي، وتشوفه بيلعب في بعض المباريات بافكار مختلفه تماما، وتشوفه هو بيلعب في ميدياما خارج الارض ازاي عامل حساب فكره الملعب وطبيعه المباريات وطبيعه الكره المناسبه للمباراه دي، كل شيء كان مختلف. اضافه الى واحد زي ما احنا اتكلمنا، هو انا بشوف ان لو احنا ان شاء الله هنتأهل اول مجموعه بعد مباراه يانج افريكانز، فجماعه لابد ان احنا نقف نقول ان مصطفى شوبير هو العامل الاول في ان انت حققت افضل نتائج ممكنه في ظل افضل يعني سيناريو ليك مع اسوأ وضعيات داخل المباريات هو مصطفى شوبير. وللامانه الموضوع يا جماعه زي ما احنا كنا في وقت من الاوقات بنقصه او بنتكلم او مركز الحراسه او قلقانين، وبعد ماتش فيوتشر كان في شكل مباشر واضح وتحميل مصطفى شوبير الخطا، فبالتبعيه لازم لما يجي تدي له حقه. الحارس ده في مباراتين انت عندك كل مباراه بيعمل 5 تصديات، قدام بوليسداد 2 من جوه البوكس، قدام ميدياما 4 من جوه الصندوق. حارس بياخد في المباراتين كل مباراه تقييم بلس 8، وانت زي ما قلت المرة اللي فاتت هذا التقييم غالبا يأتي لما الحارس يتصدى ركلة الجزاء. هذا الحارس يا جماعة اتحط في الوضعيات دي على خلفية قبلها ارهاق ذهني، ابو جبل جاي مش جابي، تراجعنا، ما تمش الاتفاق، طب بسام، طب ما لحقناش، سيراميكا تمسك، طب جه الزنفولي، الزنفولي القدر الافريقي اتقفل فتأيد محليا، كل هذه الضغوط اكيد انعكست على مصطفى شوبير. بس النتيجة في الملعب ايه؟ لا، حارس كان مصدر ثقة ومصدر نتيجة إيجابية في المباراتين. وعشان كده أنا بوجه رسالة لمصطفى، هنرجع نقول الكلام الكلاسيكي اللي هو بتاعه، هو مصطفى مش هيغلط في اللي جاي، بس لما يغلط افتكر له إنه بص يا جماعة أنا بشوف إن الكلام ده افضل قوله 100 سنة جاية، بس وقت ما بيحصل بجد الجمهور جمهور، والجمهور ما بيحبش الخطأ، والجمهور بيشيد بيك وقت ما تبقى كويس. فهرجع وأقول مفتاح العلاقة ما بين مصطفى شوبير وما بين النجاحات اللي حطيته من أول يوم إيه؟ هو مستواك في الملعب. صدقني مستواك في الملعب مش اي حاجه تانية. فالحارس اللي قدم المستوى ده خارج الارض في مباراتين في الظروف دي يا اسامه، ايه السؤال؟ ايه اللي ممكن يخليه يقدم اقل من ده؟ ما هو انت عندك ده، وعندك في الظروف الصعبه دي انك قدمت ده. الخطا وارد ومحمد الشناوي بيخطا، ولكن في فرق ما بين خطا في مباراه وبين ان كيرف مستواك ينزل او ثقتك بنفسك تقل. فاللي كان عنده الثقه دي وكان عنده الثقه والمستوى ده، ما اعتقدش تقبل منه ان هو ثقته بنفسه تقل او مستواه يقل، مش يغلط، لان الاخطاء اي حارس في العالم بيغلط. بالظبط ده اللي احنا بنتكلم فيه، لانه وارد جدا يكون مش في يومه، مش موفق، ده بيحصل مع كل اللاعبين، ولكن بيتم القاء الضوء دايما على مركزين انا دايما بتكلم عنهم لان هم اللي تحت الضوء، هو حارس المرمى لان غلطته بجون، المهاجم لان دايما مطالب ان هو بيسجل، فبالتالي لو انت غير موفق كمهاجم او غير موفق كحارس مرمى الجماهير بتاخد بالها وبيكون في نقد واضح جدا. ولكن في النهايه احنا عايزين نقول واحنا بنقدم الاشاده والدعم لمصطفى شوبير تبعا لمستواه اللي قدمه، مش مجامله مننا، فلازم نكون فاهمين ان احنا عارفين كويس قوي ان وارد جدا يكون في مباراه غير موفق فيها. صحيح. هي دي الفكرة، عشان بس الناس تيجي في وقت من الأوقات لما يكون مباراة غير موفق فيها ونطلع نقول النهاردة مصطفى شوبير ما كانش في أحسن حالاته، طب فين يا جماعة كلامكم الأول؟ ما هو كلامنا الأول عشان هو كان في أحسن حالاته. أنت هنا بتقول رؤية فنية وبتقول إن أنت عندك حارس عنده إمكانيات؟ أه عنده إمكانيات. حارس عنده ثقة في نفسه؟ أه عنده ثقة في نفسه. حارس يستطيع حراسة مرمى النادي الأهلي ويتسلم الراية لمستقبل حراسة المرمى في منتخب مصر؟ أه عنده ده، بس بالراحة عليه بشكل واضح جدا، لان لسه ده اول موسم مصطفى شوبير هيكون له دور مؤثر بشكل واضح. يعني ايه دور مؤثر؟ يعني بيلعب وانا معتمد عليك، انت اللي موجود في الملعب
والفترة لن تقل عن 3 أو 4 شهور. وبالتالي احنا هنا دورنا ان لما اللاعب يجيد نقول له شابو باختصار شديد جدا. وده اللي احنا بنقوله لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم من وجهة نظري من بداية الموسم المحلي حتى اللحظة اللي أصيب فيها بالأمس هو أفضل لاعب داخل الدوري المصري. سيبك من كل الأكليشيهات بقى اللي بتجيب لك لاعب معين بالسمعة وبمستوى كان في موسم ما متفرد فيه فيفضل طول كل الوقت أقول لك ده أفضل لاعب في الموسم، ده أفضل لاعب في الموسم، ده كلام عشوائي. الكلام الطبيعي إن أنا أجي أشوف تأثير اللاعب ده في كل موسم. يعني مش بالضرورة، مش بالضرورة ياسر إبراهيم لو قدم هذا الموسم وطلع افضل لاعب في الموسم ده اجي الموسم اللي بعده واللي بعده اقول ده افضل لاعب. مش بالضروره على الاطلاق. انا هنا بقيم هل في لاعب محلي قدم مستوى متميز على مستوى منافسات زي دوري ابطال افريقيا او كاس العالم للانديه زي ما ياسر ابراهيم قدم؟ انا اعتقد الاجابه لا. ياسر ابراهيم هو افضل لاعب مصري في الدوري المحلي او مصريا داخل المسابقات المحليه والافريقيه منذ بدايه هذا الموسم. وعشان كده الاصابه جت في توقيت صعب. هو جاله توقف دولي وانا من وجهه نظري ظلم فيه بشكل واضح لما تم استبعاده من المشاركه بشكل اساسي مع منتخب مصر، ولكن دي رؤيه مدير فني. لكن الشيء القدري خلاص جات له اصابه، نتمنى ان شاء الله انها تكون بسيطه. واعتقد يا فارس واثقين في ياسر ابراهيم انه هيرجع افضل من الاول، لان ده اللي اعتدناه من ياسر. يعني احنا تعودنا دايما ياسر موجود دكه عادي جدا مفيش ادنى مشكله، موجود بره الاطار الفني ويطلع بعض الاعلاميين يقول لك ده ياسر مش في حسابات كولر هذا الموسم، فتلاقي ياسر بيعود وبيسكت الجميع. خلينا نقولها بيسكت الجميع. ده احنا متفقين عليه. وياسر ابراهيم يا جماعه هو ليس رجل مباراه، مش اللعيب اللي هو بتاع مباراه وبس. هذا الرجل قدم مباراة عمري ما انساها قدام الهلال السوداني بطولة 2020 مع ريني فايلر خارج الأرض. الرجل قدم مباراة من أفضل المباريات اللي شفتها لأي مدافع مصري في النادي الأهلي على مدار السنوات الأخيرة. الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، الوداد، كتير جدا من المباريات الكبيرة. اوعى تنسى بايرن ميونخ تحديدا. طبعا مدافع تروح تاخده في المباريات التقيلة تثق فيه. انت عارف بقول لك بايرن ميونخ؟ لأن بايرن ميونخ كان قاعد دكة أساسا، نزل في الدقيقة 30. بص، فكان موجود في ارض الملعب كانه من اول دقيقه. وانا عايز اقول حاجه، ياسر ابراهيم اندر ريتد اعلاميا ومن اللعيبه اللي مش واخده حقها. وعشان كده اسامه طبعا نتمنى وجوده في مباراه الكاس ان شاء الله باذن الله نهائي الكاس، لان هو لعيب مهم جدا. ولكن احنا هنا دايما يعني بتتعودوا مننا على الكلام المباشر والصريح واللي هو ما فيهوش فكره ان احنا نقول حته ونسيب حته، احنا مش بتوع ده. يمكن اتكلمنا على اكرم توفيق وقلنا قد ايه هو بالنسبه لنا لاعب من اقرب اللعيبه لقلبنا في النادي الاهلي، ولكن قلنا اكرم توفيق محتاج يراجع مستواه، محتاج يراجع قناعاته الفنيه. الوقت ده انت بيغيب عندك لعيب زي ديانج، الوقت ده حمدي فتحي مشي، الوقت ده مروان عطيه ممكن ما يلعبش الماتش الجاي، طب او اكيد ما كانش هيلعب الماتش الجاي نتيجه ايقاف. فلما كل ده يبقى حاصل ويا اكرم انت تحس انك انت بعيد، فصدقني يبقى انت هنا عندك مشكله. وقلنا ده ثم كان واضح جدا من قرار مارسيل كولر الفني بالدفع باتنين بعاد جدا زي كريم نيدفيد وعمرو السولية على حساب اكرم اللي كان اقرب منهم للملعب. لا ده الاهم كمان، ده الاهم كمان لما بدا يعمل تغيير نزل رامي ربيعه واكرم لسه على الدكه. ده حقيقي. بس ليه بقول ده؟ بقول ده مش عشان اكرم، لان احنا اتكلمنا في اكرم، بقول ده عشان محمد عبد المنعم. ماله محمد عبد المنعم؟ محمد عبد المنعم هو واحد من اكتر اللعيبه التالنتد او الموهوبين او اللي لديهم موهبه واضحه جدا ظهروا في السنوات الاخيره. وعايز اقول لكم ان لو احنا بنقول ان مركز المهاجم في مصر فيه مشكله، فصدقوني مركز المدافع في مصر فيه مشكله اكبر. الناس اللي طالعه من تحت شاول لي كده، انا في وقت فاكر فيه سواء بقى على مدار اجيال مختلفه، رامي ربيعه، سعد سمير، انت بتتكلم في ناس كتيره جدا، احمد حجازي ثنائيته في المنتخب مع رامي ربيعه، كتير جدا من المدافعين اللي كانوا بيظهروا عندك في مصر انت تقدر تقول لا خط الدفاع عندك فيه لعيبه كتير جدا. حاليا يا جماعه حجازي في اواخر مستواه، خلاص واضح جدا ان يعني عامل السن والاصابات المتكرره طبعا نتمنى ليه السلامه دايما اثرت عليها اسامه. اكيد بنتكلم في ان بقيه اللاعبين في المركز ده، الونش مدافع جيد جدا ونتمنى ليه السلامه وكلنا بنحترمه، ايضا اصيب واصاباته المتكرره اثرت عليه وبعدته. لعيبه كتير جدا، تعال ابدا بقى ادور مش هتلاقي اسماء. طبعا رامي ربيعه عامل السن، انا بكلمك في واقع. تيجي بقى تلاقي محمد عبد المنعم ده يا جماعه الراجل اللي تيجي تقول انا حابب تبني عليه. بالظبط. فبالظبط انا بشوف ان محمد عبد المنعم محتاج يقف مع نفسه وقفه مهمه جدا
يراجع مستواه، يراجع قراراته داخل الملعب، يراجع تركيزه في التسعين دقيقة، لأن لا خلال أمم أفريقيا ولا ما بعد أمم أفريقيا هو ده محمد عبد المنعم اللي احنا معتادينه وبنديله حقه، وعشان كده أنت بتوجه له الرسالة. فأتمنى أن محمد عبد المنعم يا أسامة يشتغل على مستوى تركيزه اللي أنا حاسس أن هو فارق معاه كتير جدا. يمكن هو قدم مباراة شباب بلوزداد بشكل مختلف، وكان مع ياسر إبراهيم نجم المباراة، لكن مباراة ميديامة بالأمس يعني أنا كنت يعني بشفق على ياسر إبراهيم، لأن غطى على محمد عبد المنعم في أكتر من 3 كور، والحقيقة ما كنت شايفهم فيهم خطورة. أنا كنت شايف أن الخطورة منشأها محمد عبد المنعم، لأن الكرة كانت في متناوله وكان ثقافته مختلفة تمام مع أرضية ملعب صعبة جدا، حتى مع اللعيبة اللي هم عندهم مهارات كرة القدم إن هو يقدر يتحكم في الكرة بشكل كبير. ولكن عزائي إن محمد عبد المنعم يعني قال يعني مع لمارسيل كولر إن هو يعني بيعتذر عن هذه المباراة، وإن هو ما كانش مركز، وبيعده إن هو يقدم مستوى أفضل ويكون تركيزه أعلى في المباريات القادمة. وطبعا يعني بنفتقد ياسر إبراهيم، ولكن كل الثقة في اي لاعب في النادي الاهلي. عندك محمد عبد المنعم مع رامي ربيعه، عندك لعيبه ممكن تتوظف في المركز ده، اكيد اكيد كلنا ثقه فيهم، لان دايما وابدا عارفين ان النادي الاهلي مش بيقف على اللاعب، ممكن يتاثر بمستوى لاعب، لكن ان شاء الله الاحتياطي زي الاساسي. ويمكن شفنا غياب الشناوي وهو افضل حارس داخل القاره، قدر مصطفى شوبير يزود عن مرمى النادي الاهلي. عندنا تصريحات لمارسيل، ناخد فاصل ناخد تصريحات مارسيل كولر. طيب يبقى هنروح لتصريحات مستر مارسيل كولر، لان كان عنده كلام مهم جدا داخل ال 90 دقيقه، وبعض التفاصيل اللي محتاجه يكون في تعقيب عليها اكيد محتاجين نسمع التصريحات دي، ولكن بعد الفاصل. لسه مستمرين مع حضراتكم وباقي فقرات الاهلي خط احمر. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل ان عندنا تصريحات مارسيل كولر عقب مباراة الأهلي وميدياما. خلونا نطلع نشوف أولى هذه التصريحات عشان عندنا تعقيب مهم جدا. Glück, dass wir das Tor erzielen konnten mit einer sehr schönen Aktion. Und wir hatten auch noch die eine oder andere Möglichkeit. Ich glaube, es hätte auch gut, ja, vielleicht einen Sieg für unseren Gegner geben können, wenn sie Tore geschossen hätten. Haben sie nicht gemacht. Wir wollten hier gewinnen und wir haben das schlussendlich gemacht. Das Spiel war jetzt sicher nicht sehr schön anzusehen von unserer Seite her, weil wir normalerweise viel mehr mit dem Ball spielen können. Es war auf dem Platz aber schwierig, ein gutes Passspiel aufzuziehen. الماتش كان صعب جدا فعلا، وزي ما هي قالت، وكان ميدياما عمل لنا مشاكل بالذات في الشوط الأولاني. الشوط الأولاني كنا مفتقدين الريتم شوية بتاعنا، وكان عندنا بعض المشاكل الشوط الاولاني. الشوط الثاني تدركنا الموقف وبقى شكلنا احسن، لكن في المجمل ميديا ما كان فريق طبعا كويس، فريق قوي. احنا كان حظنا كويس في الجون اللي احنا جبناه، ان احنا جبنا جون رائع جدا بضغط حلو جدا بشكله، وحاجات كتير احنا متدربين عليها اتعملت في الجون ده. هم جالهم فرص، احنا كمان كان عندنا فرص، لكن هم كانوا ممكن يكسبوا المباراه بالفرص اللي خلقوها. لكن هي الماتشات دي بتبقى كده، بتبقى فيها صعوبه بسبب الجو، بسبب ارضيه الملعب، بسبب الاجواء، فبيبقى في صعوبه. كان في صعوبه لينا ان احنا نلعب الكره بتاعتنا على ارض الملعب دي، لان ارض الملعب كانت صعبه جدا، النجيله عاليه جدا، واحنا الكره بتاعتنا دايما بتبقى على الارض، وبيكون فيها كره جماليه على الارض وباصات كتير. ده ما كانش بيتحقق النهارده بسبب ارضيه الملعب. ففي الاخر كانت الروح القتاليه، رغبتنا في الفوز كانت من قبل المباراه قويه جدا. احنا مصرين من قبل ما نيجي احنا جايين هنا عشان ناخد 3 نقط، وقدرنا ان احنا نحقق ده الحمد لله. طبعا نقدر ان شاء الله باذن الله نمشي بعيد في البطوله، ونقدر ان شاء الله ان احنا نحقق البطوله. المشكله اللي عندنا هي مشكله الريتم، كان التوقف اللي حصل بسبب المنتخب وبسبب بطوله افريقيا ادى ان احنا عندنا 50 يوم ما بنلعبش ماتشات رسميه، وده بيفرق كتير جدا مع اي لاعب. 50 يوم كتير جدا، ده تاني ماتش نلعبه رسمي بعد توقف 50 يوم. اللعيبه الدوليه لعبت في ريتم مختلف وخدت اجازات مختلفه، اللعيبه اللي كانت معايا بتتمرن ما كانتش بتشارك في اي ماتشات رسميه. الاختلاف في الريتم بين اللعيبه ده بياخد وقت، عقبال ما اللعيبه تاخد الريتم كلها مع بعض ونبدا ان احنا نمشي لقدام. ان شاء الله باذن الله لما ناخد الريتم ونبدا ان احنا يحصل انسجام هنقدر نمشي احسن، هيبقى شكلنا افضل بكتير. السنه اللي فاتت برضو احنا ما كسبناش كل الماتشات في دوري المجموعات وتاهلنا بصعوبه، ورغم كده الحمد لله خدنا البطوله. مش لازم تكسب كل الماتشات عشان تاخد البطوله، لازم تأدي اداء كويس تدي، وده كان مهم جدا النهارده ان اللعيبه تدرك ده، ان انت لازم تدي 100% قدام اي منافس عشان تكسب، وان انت احيانا في بعض الماتشات لازم كمان تعدي حدودك، تعدي الليمت بتاعك
عشان تدوس على نفسك عشان تقدر تكسب، واللعيبه عملت ده النهارده، عشان كده انا سعيد بفوز النهارده جدا، وان شاء الله القادم افضل. يعني زي ما حضراتكم سامعين وشايفين، مارسيل كولر اكيد يعني لازم يكون عنده حق ان هو يعني يكون سعيد بالفوز، فوز من خارج الارض، فوز بيمنحك الصداره، بيسهل عليك القصه. كان قبل مباراه يانج افريكانز وشباب بلوزداد كان امرك شبه محسوم، الان امرك محسوم بالصعود. ركز على نقطه مهمه جدا، هي فكره الروح القتاليه عند اللاعبين، وده كان سبب الفوز في الشوط الثاني. واتكلم عن سلبيات الغياب عن المباريات الرسميه لمده 50 يوم لبعض اللاعبين، ولاعبين كانت على المستوى الدولي، وقال ان مع الوقت ومع المباريات هيكتسب النادي الاهلي رتم المباريات ويكون الاداء افضل، وده اللي احنا اكيد يا فارس بنأمله. أكيد. واكيد لامسين ده في اول مرتين بعد توقف طويل جدا لمده 50 يوم. ده حقيقي، واعتقد يعني كلام مستر مارسيل كولر، ارجعوا باللي انا قلته لكم، هو رجل اصبح على درايه بشكل كبير جدا بافريقيا وبطبيعه المباريات، ودي النقله اللي حصلت في عقليه كولر. لان يا جماعه انت ممكن تكون مدرب كويس جدا او افضل مدرب في العالم، ولكن طبيعه المسابقات اللي انت بتلعب فيها انت ما عندكش المرونه ان انت تقدر تتعايش مع معطياتها. كولر امتلك هذه المرونه وامتلك كمان ذكاء في بعض التصريحات الاخرى خلال المؤتمر، نطلع نسمعها. Reaktion schnell und zeigt das eigentlich in jedem Training und das ist dann das Ergebnis, wenn er dann so ein gutes Spiel machen kann. Wir sind froh, dass er diese Leistung bringen kann und hoffen, dass er weiterhin gute Spiele zeigt. السر في انه دايما معاه حراس كويسين، كان عنده الشناوي ودلوقتي معاه شوبير الشاب الصغير، فهو بيقول احنا مهم جدا في نادي كبير زي النادي الاهلي يبقى عندك حراس كويسين، سواء الحارس الاساسي او الحراس اللي قاعده على الدكه، تبقى مجهز كل الحراس. السر التدريب الكويس، معانا مدرب حراس كويس جدا ميشيل ياناكونا اللي بيدرب الحراس كويس جدا، بيبذل معاهم مجهود كبير طول الفتره الاخيره، بيبذل مجهود مش بس مع الحارس الاساسي لكن كمان مع الولاد الصغيرين، مع كل الحراس اللي معانا. شوبير بقى له سنه ونص معانا بيتمرن بشكل جاد جدا، انسان ايجابي جدا، لاعب رد فعله سريع جدا، بيبذل مجهود غير عادي في التمرين. النتيجه اللي انتم شفتوها النهارده دي نتيجه تمرين سنه ونص وتعب سنه ونص، احنا مبسوطين جدا ليه ان هو قدر يبين جزء من امكانياته، لكن لسه قدامه كتير، واحنا ان شاء الله سعداء ان احنا عندنا حراس كويسين، وان احنا لسه عايزين نطور حراسنا اكتر، يبقى عندنا مجال ان احنا دايما حراسنا تبقى احسن مستوى. كان السؤال على اسامه ابو علي ان هو اول مره يشارك في دوري الابطال وموضوع الريد، فالكوتش بيقول وسام قدم مباراه جيده جدا في الوقت اللي هو نزل فيه، ما عنديش مهاجم اساسي ومهاجم احتياطي، لان ده كان السؤال على وسام كاحتياطي. الاثنين احنا عندنا ماتشات كتير جدا، كل اللعيبه بتلعب وكل اللعيبه بتشارك معايا، لما هيحصل ان اللعيبه كلها تاخد الريتم هيبقى المردود احسن حتى للمهاجمين. وسام كان مصاب ولسه راجع من اصابه، فمحتاج ماتشات اكتر عشان وقت اكتر وتدريجي يدخل في الماتشات عشان خاطر يوصل لمستواه اللي احنا عارفينه اللي هو يقدر يأديه. لكن انا سعيد جدا بمستواه، احنا معانا ثلاث مهاجمين، اثنين معانا هنا والثالث موجود في مصر، فاحنا ان شاء الله هنوصل للريتم بتاعنا، هنقدر ان احنا حتى المهاجمين هيوصلوا للريتم احسن، هنشوف من وسام اكتر من كده كمان، واحنا متوقعين منه اكتر من كده. لكن انا سعيد جدا بادائه النهارده في الوقت اللي هو قدها بالذات، عمليات الضغط اللي كان بيقدمها قدام وهو بيعملها كويس، ودي الكوره بتاعتي، فانا سعيد جدا بادائه وسام النهارده. هنا ازاي مستر مارسيل كولر هو مش مدير جيد، هو قائد جيد، ازاي هنا ما بينسبش شيء لنفسه وافتكر وحب يشير الى دور مستر يانكون، وازاي هو شغال مع الحراس، وازاي ان دي بصمته. وده حقيقي، شوف علي لطفي لما شارك في وقت صعب جدا في كاس العالم للانديه وبقيت محتاج ووقت تعارض المباريات وفي مباريات صعبه جدا ومباراه مونتيري، ازاي كان موجود وجاهز لما احتاجناه قبل كده في مباراه الزمالك الشهيره، كان نجم المباراه، ازاي مصطفى شوبير لما احتاجته ظهر بالمستوى ده. فاكيد يا جماعه هذا ليس بالمصادفه، انت مش معقوله تجمع مجموعه من الحراس وكل ما حد يشارك فيهم تلاقيه عنده الجزء اللي هو على الاقل الجاهزيه، لان في امور تتعلق بمستوى الحارس، ولكن فكره الجاهزيه دي وانك تحس ان هو كان حارس اساسي، ده شغل في تدريب، شغل ان الاساسي زي الاحتياطي في التدريب، شغل مدرب حراس مرمى عكس مدارس كتير جدا ان انت بتركز على الحارس الاساسي بس، لا مستر يانكون بيتعب مع الحارس الاحتياطي اكتر كمان من الحارس الاساسي، وبيتكلم مع الحارس الاحتياطي اكتر كمان مع الحارس الاساسي، وهو حد عنده شغف بالعمل داخل النادي الاهلي. كمان الكلام على وسام ابو علي مهم جدا، ان انا شخصيا متفائل بهذا اللاعب جدا، اللاعب ده عنده برجل واسع،
ببساطه الاكسلريشن اللي هو التسارع عنده بالكوره جيد جدا. اللاعب ده في الالتحامات الثنائيه واضح ان عنده قدرات بدنيه جيده، يعني عنده سمات النادي الاهلي بيحتاجها. وعنده حاجه مهمه جدا ان هو اللاعب بيروح مباشره على المرمى. بص كده لاسامه ابو علي وبص طريقه استلامه للكوره، هتلاقيه مش اللاعب اللي بيستلم الكوره ويقف او يدي ظهره للمرمى ويبدا يعطل هجمه وقصه المهاجم المحطه والكلاسيكيات اللي انتهت من الكوره دي. هو لاعب اعتقد يا اسامه لاحظت انه دايما قراره ان هو مباشر على المرمى. احيانا ممكن يروح، ممكن يباصي، ممكن يمرر، بس فكره ان هو الراجل يقف ويعمل التيرن ويعطل الهجمه وترجع انت وانت بتتفرج تلاقي حاجات بتطيرها وبتتنطط والكلام ده، لا ده مش لا هو هي ظهرت جدا في لقطه رضا سليم والتمريره اللي لعبها له وخدها على طول باسراء. هو عدي نفسه قبل ما اول لمسه للكوره يكون جسمه معدول على التصويب على المرمى، ودي حاجة مهمة جدا. دي. ايه؟ احسن هنرجع لحتة ما بيفكرش مرتين. لا انا ما قلتهاش. لا هو اعد نفسه، هو اكيد فكر فاعد نفسه، استعد بشكل كويس، واخد قرار. انا بحب اللاعب اللي هو واخد قرار. صح. اللي هو خلاص شاور حتى لرضا سليم في المساحة اللي هو عايز يروح فيها، رضا سليم حاط له الكرة نموذجية جدا، هو واخد قرار ان انا هسدد على المرمى وكانت اون تارجت. وانا بحب التسديد اون تارجت، انا دايما بشوف ان احنا ساعات بنصعبه على نفسنا في اننا نحاول نحط الكره في السوكه، نحطها مش عارف يا جماعه العب اون تارجت. مفيش بوفون واقف في افريقيا في حراسه المرمى الا بعض الحراس على المستويات اللي هي يعني في بعض الفرق الكبيره بنعمل حسابها، لكن في مباريات زي دي يعني نزود عدد الاون تارجت. وشفنا كره حسين الشحات الكره كانت اون تارجت جول. لكن خلينا نروح لنقطه، بس قبل ما نروح لنقطه فارس اتكلم عن تعقيب كولر على يانكون. لازم تتذكروا ان يانكون ده كان في الجهاز الفني لريني فايلر، رحل الجهاز لريني فايلر بالكامل، يانكون تمسك بالاستمرار في النادي الاهلي، جمع بيتسو موسيماني، النادي الاهلي شاف في يانكون ان هو مدرب حراس مرمى قدير وعنده شغف وحب التعامل والعمل داخل النادي الاهلي، فقدر يحقق نجاحات مع بيتسو موسيماني. لما جاء سواريش كان معاه مدرب حراس مرمى، النادي الاهلي تمسك ايضا بيانكون وخدوا لقطاع الناشئين. دي رؤيه في حد عنده الشغف للعمل داخل النادي الاهلي وموهوب، مش مجرد بس بيحب النادي الاهلي وخلاص، لا ده حد موهوب وبيدي اضافه. فكانت رؤيه مهمه جدا فكره التمسك بيه فتره سواريش. لما جاء مارسيل كولر عاد مره اخرى للفريق الاول وشفنا النتائج مع الحراس اللي بيقفوا بيكون مستواهم عامل ازاي والثقه عامله ازاي. ولا اخفيكم سرا يعني الحراس في وقت من الاوقات لما بيكونوا عارفين ان هم استدعائهم ربما المنتخب الاولمبي او منتخب اخر مش هو اللي هيلعب حارس اساسي، فبيشوف ان فتره تواجده مع ميشيل يانكون ممكن تديله خبرات اعلى، وده يعني لقدره ميشيل يانكون على اجاده عمله في تدريب حراس المرمى. لكن عندنا خبر تاني مهم جدا وهو قرار مجلس اداره النادي الاهلي باقامه تمثال النائب السابق للنادي الاهلي الاستاذ العامري فاروق رحمه الله عليه بمقر الجزيره، واطلاق اسمه على المبنى الاداري الرئيسي. المبنى الاداري الرئيسي ده يا جماعه اللي هو بيضم كافه الادارات وملاعب الاسكواش والجيم والنادي الصحي، وده تقديرا لعطاء الاستاذ العامري فاروق اللي انا قلت مش بس النادي الاهلي هو اللي فقد كادر رياضي اداري مهم جدا من الطراز الاول، لا انا بشوف ان الرياضه المصريه فقدت بالفعل كادر اداري رياضي من الطراز الاول وهو الاستاذ العامري فاروق. طبعا الكلام ده هيكون في حفل تأبين للاستاذ العامري فاروق يوم 30 مارس يا فارس، ويمكن كمان كان بعد الجلسه دي وبعد القرارات دي كان في جلسه وديه كده مع دكتور خالد العامري ودكتور هشام العامري ونجل طبعا الاستاذ العامري فاروق ابراهيم العامري مع مجلس اداره النادي الاهلي. اعتقد ده اللي اعتدناه في النادي الاهلي يا فارس. ده حقيقي، ويمكن دي من مميزات النادي الاهلي يا جماعه. يمكن اعتقد ان الوزير السابق العامري فاروق ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي طبعا يعني ربنا يرحمه كان ثقل إداري في النادي الأهلي، وأعتقد يعني القامات الإدارية والقدرات الإدارية القوية بمعنى القوية في المجال الرياضي بتنقصنا كتير جدا. يمكن بنشوف الكفاءات داخل النادي الأهلي وداخل مجلس إدارة النادي الأهلي يا جماعة ده مش بالساهل،
والله لازم الناس تفهم ده، يعني من اول كابتن محمود الخطيب للاعضاء تحت السن، فكره كابتن محمود الخطيب وتدرجه ووجوده مع يعني مجالس ادارات مختلفه، واشتغل في اماكن تنفيذيه مختلفه، والمكتب التنفيذي في النادي الاهلي ده قصه وشغلانه وحدوته وروايه حكى فيها كتير جدا، يعني مطبخ القرارات طبعا في النادي، وقرارات اداريه واشراف على قطاعات في النادي الاهلي، ثقة الإداري. المهندس خالد مرتجي أيضا لديه ده، مش عايز بقى أقف عند الأعضاء، يعني لأن كل أعضاء النادي الأهلي، مش عايز أذكر حد وأسيب حد، كلهم لديهم أيضا حد ثقة الاقتصادي وثقة الفكري وثقة الاستثماري، وكلها عقليات كبيرة جدا جدا. فأنت بتتكلم عن أن أنا بشوف عمود من أعمدة النادي الأهلي أنت بتفقده، وهذا الرجل يا جماعة يعني هو ثقة الإداري لا يمكن أن حد يتخيل حجمه، لأنه هو فعلا مقاتل وشرس. يمكن بفتكر حاجات كتيرة جدا، مش ملفات حتى حديثة والصلاة، ولأن في النهاية هو كان مؤمن داخل منظومة النادي الأهلي بضرورة النادي الأهلي يكون أول. ولكن أنا بتكلم عن حاجة يمكن الناس تحب تتجنبها، ولكن أنا العكس تماما. يمكن في وقت من الأوقات لما تواجد الوزير السابق العامري فاروق في مجلس إدارة النادي الأهلي، وكان من خارج قائمة الكابتن حسن حمدي، لتجربة بالعكس تعلمها الأجيال، إزاي أنا جيت خارج القائمة، إزاي أدائي داخل المجلس، إزاي لأوقات كتيرة جدا يرجع نفس المجلس يسند لي ملفات، إزاي يكون ليا دور، إزاي بعد كده أقدر أكمل في المجلس وترشح في مناصب مختلفة ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. يا جماعة هو ده الثقل والشراسة الإدارية والذكاء والوعي الإداري اللي ما تكونش عند ناس كتير، وان انا ازاي اكون عندي القدره والثقه ان الجمعيه العموميه تثق فيا، وازاي على الترابيزه اخلي حتى المختلف معايا يثق ان انا شخص عندي رؤيه وقدره على اداره الملفات. حواديت وحواديت ممكن تتحكي وممكن تقول فيها ازاي طبيعه المقاتل الاداري الشرس. وانا هنا والله ليس على سبيل المقارنه، ولكن قلنا لكم ازاي في عقليات رياضيه وفي اتحادات يا اسامه الرياضي الاداري الغير شرس، الإداري اللي يستسلم للإخفاق ويستسلم لفكرة الاستقالات والانسحابات وإن هو ما يقدرش والتنصل من المسؤولية. فأنا بشوف إن دولاب العمل الإداري داخل النادي الأهلي يا أسامة هو غالبا إذا أنت أردت إنك أنت تكمل في هذا الطريق، وإذا كنت حبيت يعني تتشبع بمدرسة الأهلي وتطبقها في المكان اللي أنت بتروحه، أكيد أنت فاهم كلامي، وعارف أنت هتبقى عارف إن أنت هتبقى أمام إداري شرس على الترابيزة. خليني أقول لك التلميح اللي أنت بتقول ليه على طول، هي فكرة إن في ناس النادي الأهلي بيشيلها، وفي ناس الكفة متوازنة على قدر ما أنا بمنح النادي الأهلي قوة وشراسة، النادي الأهلي بيمنحني ثقل. في ناس لا بتاخد الثقل ده من وجودها داخل النادي الاهلي فقط لا غير، فلما بتخرج بره اطار النادي الاهلي بتتكشف. هو ده باختصار شديد اللي انت كنت عايز تقوله في غالبا. يعني اعتقد يا جماعه يعني النادي الاهلي اكيد اللافته واللمسه الانسانيه دي اجيال بتسلمها لبعض، واحنا عندنا عايش ناس في ذكرانا وكلهم رحلوا. شفنا الحاج تيسير الهواري قريبا كان رحيله، وشفنا حجم الوفاء، وهذا الرجل اللي يعني الواحد بيتحدث عنه. انا افتكر كان في فتره من الفترات كده في ندوه انتخابيه للمهندس ابراهيم المعلم كان بيتحدث عن اسهامات الحاج تيسير الهواري، فاذا بالحاج تيسير الهواري يبكي بكاء شديدا لفكرة ان انتوا بتذكروا اللي انا عملتوه، وانا راجل عمري ما عملت للنادي الاهلي حاجة وانتظرت ان هو يقولها. فجماعة ده النادي الاهلي زي ما احنا بنحبه، هو ده النادي الاهلي احنا بنحبه كده، هو ده النادي الاهلي اللي شبهنا واحنا شبهه، وحنفضل طول الوقت بقاماته الادارية اللي بتسلم بعض في الريادة وفي الصدارة. اكيد عندنا كلام مهم، ولكن بعد الفاصل. لسه مكملين مع حضراتكم في الاهلي خط احمر، وعندنا قضية مهمة جدا، قضية يمكن اتكلمنا فيها كتير، ولما كنا بنتكلم كان البعض شايف ان احنا ربما نكون متجنيين بعض الشيء، ربما نكون متعصبين بعض الشيء للنادي الاهلي برغم الفيديوهات برغم الحقائق. ولكن لما اصطدم جماهير نادي الزمالك بواقع مع جماهير النادي الاسماعيلي، بدأنا نسمع اعلام منتمي لنادي الزمالك يتحدث ويعترف ان هم كانوا مخطئين في مقولة كده، هو الأهلي ما بيلعبش في إسماعيلية ليه؟ الحقيقة ما حدث في مباراة الزمالك والإسماعيلي، أنا عايز أقول إن هو نتاج مباراة الموسم الماضي. يعني إيه مباراة الموسم الماضي؟ طلعنا هنا برضو في البرنامج ده
واتكلمنا وجبنا كلام النائب احمد دياب اللي عامل شغل كويس جدا مع الرابطه في السنه الثانيه، واتكلم في تصريح واضح ان ما بعد الجوله 26 اي خروج عن النص هيكون فيه عقاب. فكانت الجوله 27 مباراه الزمالك والاسماعيلي والهتاف والسباب المتبادل بين الجمهورين كان واضح جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لم يصدر قرار. وبالتالي من امن العقاب اساء الادب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مباراه الزمالك والاسماعيلي كان فيها بعض الخروج عن النص ولافتات حملتها جماهير النادي الاسماعيلي، الحقيقه لازم نقف عندها. ليه لازم نقف عندها؟ لان انا وجهه نظري المسؤوليه تحتم علينا اننا نقف عند ظاهره متكرره كان عشان النادي الاهلي طرف فيها كان البعض بيتحامل على النادي الاهلي ويبدا يقول وجهه نظر متحامله على النادي الاهلي. لكن احنا هنا من قناه النادي الاهلي وطرف المباراه نادي الزمالك، وهناك بعض الهتافات صدرت من جماهير نادي الزمالك، ولكننا بنرفض رفض قاطع اللافتات اللي كانت موجوده في مدرجات النادي الاسماعيلي، عشان احنا عاوزين وقفه، عايزين الجماهير المخطئه تتحمل مسؤوليه خطاها، عايزين نوضح حقائق. فما فيش افضل من كده ظرف نوضح فيه حقيقه لماذا لا يذهب النادي الاهلي الى الاسماعيليه. كلام كتير كان بيتقال عن فكره التهجير، وقلنا كلام كله اكاذيب باطله، وجبنا تصريحات لكابتن سيد بازوكا وكابتن علي ابو جريشه، وحتى جبنا عن مباريات في الخمسينيات كان فيها اعتداء على جماهير النادي الاهلي في الاسماعيليه. والقصه باختصار شديد واضحه جدا هي ان النادي الاهلي هو البطل، هو المستحوذ على البطولات، هو الصخره اللي بيتحطم عليها امال جماهير الانديه الشعبيه. كم من فرق بجماهيرها حلمت ببطوله فاصطدمت بالنادي الاهلي، اكيد هيكون في مشاعر سلبيه تجاه النادي الاهلي. يبدا تتغذى المشاعر السلبيه دي ازاي؟ بالاكاذيب، بترديد اعلامي هدفه ومصلحته ان يكون في شحن دائم ضد النادي الاهلي. فلما بتيجي مباراه، فقط مباراه يتحط فيها لافته، فيبدا الجميع يتراجع عن اقواله وعن وجهات نظره، ويبدا يعقد المراجعات، فيبدا في النهايه يطلع كلامنا احنا اللي صح. بنثبت معاكم على مدار 6 سنوات اننا عندنا الحمد لله رؤيه واضحه، رؤيه منحازه للنادي الاهلي ولكن بموضوعيه. معانا منطق، لا نمنطق الاشياء، لا معانا منطق ومعانا اثباتات وادله وفيديوهات وتصريحات من المنافسين. فقصه الاسماعيليه هي قصه مرتبطه بجماهير النادي الاسماعيلي، اللي انا بلقي اللوم دائما وابدا على مسؤولي النادي الاسماعيلي عبر التاريخ. ليه؟ بعض المسؤولين بيستسهلوا. في شماعه اسمها النادي الاهلي بيكسب، اصل الحكام مع النادي الاهلي، اصل اتحاد الكره مع النادي الاهلي، وانت بعيد عن النادي الاهلي خالص بتبقى بطولتك هي الفوز على النادي الاهلي. فتيجي في مباراه النادي الاهلي تبدا تلاقي الجميع متواجد وتصريحات، وبتتفتح الابواق الاعلاميه، ونبدا نسمع عن تحكيم ظالم، ونبدا نسمع عن ما بيجوش عندنا الاسماعيليه ليه، وتبدا مظلوميه ليس لها اول من اخر. ليه؟ اصل ده النادي الاهلي. فيطلع المسؤول اول لما يخسر مباراه يقول لك اصل، لدرجه ان يطلع بيان من النادي الاسماعيلي لم يكن عنده القدره الكافيه ان هو يدين تصرفات جماهيره، ويطالب جماهير الانديه الشعبيه بضبط النفس. ايه دخل جماهير الانديه الشعبيه بمباراه الزمالك والاسماعيلي؟ ايه دخل جماهير الاتحاد؟ ايه دخل جماهير النادي الاهلي؟ ايه دخل جماهير المحله، المنصوره، كل الانديه؟ ايه دخلهم؟ انت ليه مش قادر تقول ان انا برفض التصرف والاساءه التي صدرت من جماهيري، وفي نفس الوقت بتطالب الرابطه انها تطبق العداله؟ طب الرابطه طلعت بقرارات واضحه جدا، جماهير النادي الاسماعيلي بالكامل، والنادي الاسماعيلي مباراتين قادمتين بدون جماهير، وغرامه 100,000 جنيه على النادي الاسماعيلي، وانا مرتاح جدا للغرامه ال 100,000 جنيه اللي هي على مسؤولي النادي الاسماعيلي، اللي هم عارفين كويس قوي ان مبلغ زي ده هم في اشد الاحتياج اليه. على المقابل، وهنا ذكر بيان الرابطه انها عشان التكرار للمره الثالثه، على المقابل جماهير نادي الزمالك حرمان 2243 مشجع اللي حضروا المباراه دي، مباراتين وغرامه 50,000 جنيه على النادي الاهلي و على الزمالك، على نادي الزمالك في، وده لانه تكرر المره الثانيه. ده معناه ايه؟ ان لو صدر اي اساءات من جماهير نادي الزمالك مره ثالثه هيكون العقوبه زي عقوبه جماهير النادي الاسماعيلي. فدي قصه واضحه حابين نتكلم فيها
ونأكد عليها. وعلى مدار تاريخنا معاكم كنا دايما بنقول يا جماعة في نقطة لازم نقف عندها، وهنا ليس تقليل من شأن الأمن المصري على الإطلاق، ولكن ده المسؤوليات الأمن المصري هو عارف كويس قوي إيه اللي ممكن يتطبق وإيه اللي ممكن يتلعب وإيه اللي ممكن يتعمل، ولامس تصرفات جماهيرية في شحن 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 من إعلام منافس وبعض الإعلاميين اللي بيشتغلوا على النقطة دي، وأيضا من مسؤولين بيتبرأوا من المسؤولية وبيعلقوا شماعة الفشل على النادي الأهلي. فكان موقف على مدار سنوات يا فارس يمكن من 2010 قبل ما نتعرض للفيديوهات، لأن القضية دي مهمة جدا نحط الضوء عليها لأنها بتأكد اللي احنا استعرضناه خلال سنوات طويلة وبنأكد وجهة نظرنا. بصوا ولو احنا يا جماعة نستعرض الفيديوهات، تعالوا بقى مثلا تشوفوا ميدو ولا صحفي معين وهم دلوقتي بيقولوا لا الأهلي ما يروحش يلعب في الإسماعيلية، يبقى احنا هنا مع احترامي زي اي حد بيجيب القصه وبياخدها، لا احنا لنا زي ما اسامه قال احنا لنا هيستوري في الموضوع ده، لنا تاريخ، لان هنا اللحظه اللي بتبين مين كان بيتكلم بمنطق ورؤيه ومين اللي كان بيضلل الناس لاغراض. والكلام ده ممكن اتقبله اقول مثلا ميدو او صحفي ما او اي حد بيتكلم دلوقتي قول يا جماعه اصل الراجل كان عنده قصور رؤيه ولما شاف المعطيات حكم، لا ثانية واحدة وقف هنا معايا، ده كان في معطيات أخطر بكتير جدا. هو إيه المعطى الجديد اللي حصل؟ مباراة بين الزمالك والإسماعيلي أو الإسماعيلي والزمالك في استاد الإسماعيلية، هتافات، لفتة بتترفع، يعني محاولة تربص الجمهور بجمهور آخر. طب حصل اشتباكات؟ لا. حصل اعتداءات؟ لا. طيب انت بتتكلم هل المعطى خرج النادي الاهلي خرج نادي الزمالك في عربيات مصفحه وعربيات ترحالات؟ لا. وهل مدربه جه قال انا مش جاي المكان ده تاني عشان اللي حصل ده ممكن مستحيل يحصل في العالم زي ايام جوزيه؟ لا. فاصلا مفيش معطى اخطر من المعطيات اللي كانت موجوده قبل كده، وركز معايا عشان ده الجيم كله اصلا. فبالتالي هو ايه المعطى اللي اشد من اللي فات عشان اقول ان انت راجل رجعت افكارك؟ مفيش. ليه بقى؟ لان هنا يا جماعه ده 100 مرة في الشاشة دي وفي المكان ده وفي القناة دي قلنا جملة، قلنا يا جماعة لا اجتهاد في وجود قرار أمن. النادي الإسماعيلي هو اللي عليه إنه يروح يحصل على الموافقة الأمنية عشان خاطر المباراة تقام على ملعب الإسماعيلية. النادي الأهلي قصته في القاهرة ما عندوش مشكلة، الإسماعيلي بيجي القاهرة أصلا لفرق أخرى، فبالتالي يقدر يحصل على موافقاته الأمنية، وجبنا قبل كده الموضوع ده كلام كتير جدا. فالمشكلة عند النادي الإسماعيلي، ارتضينا كأهلاوية إحقاقا لمبدأ العدالة ان بما انك مش هتقدر تروح تلعب الاهلي في الاسماعيلي في الاسماعيليه فاحنا كمان نلعب مباراتنا التانيه في برج العرب، فالمباراتين يبقوا في مكان محايد. الناس بتسيب المصري والاسماعيلي اللي هم من محافظتين جوار، بورسعيد والاسماعيليه جنب بعض، الاثنين بيسيبوا مدن القناه وخط القناه والسويس وكل الكلام ده وبيروحوا يلعبوا في الاسكندريه في اقصى الشمال. طب ما حدش اتكلم ان ده بيحصل، لا تسيب الظاهره دي كلها وتمسك في النادي الاهلي. ليه؟ لان ده تزكيه للكراهيه ومئات الجمهور اللي بيكبر على حدوته وهميه ان النادي الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه. طب يا ابني ما هو الجمهور اللي ده اللي انت بتزكي عنده ده، انت لو طلعت خاطبت خطابك الاعلامي وتقول لجمهور الاسماعيلي انت اللي بتحرم فرقتك هيعمل هيعيد تفكيره، انما انت بتطلع تفهمه ان هو مضطهد النادي الاهلي، ان النادي الاسماعيلي مضطهد وده لصالح النادي الاهلي، فازاي هيغير عقليته؟ ما مش هيغير. تاني حاجه قلنا 100 مره هنا برضو ان من يخرج ليتحدث في امور لا يستطيع ان هو يتحمل مسؤوليتها وبالاسم، قلنا الميدو، قلنا الخالد الغندور، قلنا صحفيين كتير جدا، هل انت تستطيع انك تتحمل مسؤوليه ايذاء مشجع واحد؟ ما تستطيعش، انا اسف، هتستخبى. هتستخبى. طب ازاي انت بتتكلم في امور في قرار امني فيها والموضوع لا يتعلق بالحوارات اللي بتاخده الناس فيها ان الامن؟ لا يا جماعه، هو الامن قادر ولكن عنده معطيات ان من الاولى واللي احنا شايفينه ان في سلوك يتعالج الاول، في وضع يتعالج الاول. ما هو لما حصل ولعبنا المباراة بجمهور في برج العرب، عشان كده هنا بقى بقول المعطيات كانت ايه. المعطيات اللي عندك لافتة محطوطة في استاد السلام اللي كان اسمه الاهلي والسلام، الاهلي هو مش طرف في المباراة، راح جمهور الاسماعيلي نزع اللافتة دي. طب انت عايز الامن يعمل ايه؟ عايز ياخد قرار ايه؟ ده الاهلي اصلا مش في المباراة. طب انت عايز الاعلان، اعلان ودي تقديرات واضحة وصريحة، اعلان بيتحط فوق عمارة في الاسماعيلية عن شركة بترعى النادي الاهلي، يطلع الناس تنزل الإعلان.
مباراه برج العرب ما بين الاهلي والاسماعيلي بجمهور في برج العرب مش في الاسماعيليه، الحافله بتاعت النادي الاهلي بترشق بالحجاره، واصابات وناس حياتها بتروح لخطر، ثم يطلع ناس بعد كده قاعدين في استوديو مكيف ينظروا على الناس وينظروا على الاستضافه ويزكوا روح التعصب والفتنه عند الجمهور. طب اي عقل؟ فاذا يا اسامه الحته اللي لازم نشاور عليها ان اصلا ما هي المعطيات موجوده قبل كده، المعطيات موجوده قبل كده. حد زملكاوي حب يعني ايه اللي هو بزنقك بقى دخل قال لك اه ما هو انت دلوقتي بتقول كده عشان الزمالك لما تعرض لمشكله زي دي انت مش عايزه يلعب في الاسماعيليه. قلت له حاجه بسيطه جدا، لو الامن شايف ان مباراه الزمالك لا تقام في الاسماعيليه انا مع الامن بالزبط. لان انا مش هقدر يا اسامه، احنا هنا مش بوشين، والله يا جماعه احنا ما بوشين ولا بنبيع حاجه احنا مش مقتنعين بيها خالص. لو هناك امن الاسماعيليه ما منحش الموافقه الامنيه لاستضافه الزمالك في الاسماعيليه مش اللي احنا بنقوله هنطلع دلوقتي نقول عكسه، لان برضو بنفس الطريقه احنا ما نقدرش نتكلم في امور لا عندنا رؤيتها ولا حيثيتها ولا الابعاد اللي تخلينا ناخد القرار. ولكن اللي كان بقى هو عنده تضارب دلوقتي اسامه، هل المعطيات ما كانتش ظاهره عنده قبل كده؟ كانت ظاهره جدا، وعشان كده انا بقول يمكن المسؤول في الانديه الجماهيريه عنده شماعه بيعلق عليها، لكن انت كاعلامي عندك شماعه ايه؟ بالظبط، انت المفترض انت اللي راصد الحاله، المفترض ان انت يكون عندك موضوعيه، المفترض يكون عندك مسؤوليه، لان انت بتتحدث عن شباب وفي اطار منافسه بتعتمد على الانفعال كره القدم وفيها نوع من انواع التعصب في كل حته في العالم، وبالتالي لازم يكون خطابك موضوعي في مسؤوليه. لكن للاسف لا نتحلى بالمسؤوليه عندما نتحدث عن قضيه تخص النادي الاهلي، احنا بنتحلى فقط لا غير بمزيد من اشعال النار تجاه النادي الاهلي، ونيجي بعد كده يعني نقف بقى نقول لا يا جماعه ده ما يصحش، ده التعصب، ده الجماهير، ده السوشيال ميديا. ما انت اللي عملت ده، انت اللي وصلت الناس للحاله دي. انت لو بتخاطب الناس بمعلومات صحيحه وواضحه مش هنوصل للقصه دي. كام مليون في مصر مصدقين فكره ان الاهلي رفض الاسماعيلي اثناء التهجير؟ انت كام محاوله ليك ان انت تقول المعلومه الخاطئه دي؟ طب هل تراجعت في مره؟ هل حاولت في مره كده ووصلت لك المعلومه الصحيحه وسمعت كابتن سيد بازوكا، سمعت كابتن علي ابو جريش، فقلت له يا جماعه احنا لازم بنفس الزخم اللي كنا بنشتغل فيه في النقطه دي نشتغل اننا ننام في النقطه دي عشان مسؤوليتنا تجاه الجماهير، تجاه انفسنا حتى، عشان ضميرنا، عشان لا نتحمل مسؤوليه مشجع او شاب يحصل له اي مشكلات لا قدر الله. مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده. كل القصه كلها اول لما حصل مشكله بسيطه جدا مع نادي الزمالك طلعوا قالوا يا جماعه لا ده احنا كنا غلطانين. برغم يعني انا ممكن اروح لك لنقطه هي الاهم اصلا، انا كنادي اهلي انا اللي كنت متضرر على مدار 10 سنين فاتت ان الزمالك والمقاولين وكل الانديه القاهريه بيجي لها النادي الاسماعيلي، وانا عندي قدره وعندي قدره على الموافقات الامنيه ان الاسماعيلي يجي القاهره بدليل ان هو بيجي للانديه غيري، وانا بروح العب في برج العرب. طب ليه انا العب في برج العرب؟ انا مشكلتي ايه انا كنادي اهلي؟ مشكلتي ايه؟ مشكله جماهيري ايه في القاهره كنادي اهلي؟ ما عنديش اي مشكله، طب بروح ليه العب في برج العرب؟ انا بتعاقب يا جماعه، ده انا اللي بتعاقب. ويطلع صوره مغلوطه، لا ده النادي الاهلي اللي بيجامل، على اساس ايه؟ انا افضل نتائجي واعلى سكور كنت بعمله على النادي الاسماعيلي كان في الاسماعيليه مش في القاهره. ولكن انا مش عايز اتعرض لده، انا عايز اتعرض لمبدا واضح، مبدا ازاي تكون شخص مسؤول، ازاي الكلمه يكون لها امانتها. تعال نسمع ميدو بعد ما عمل مراجعه بعد يعني لافتت الفارس الابيض في مدرجات الاسماعيليه قال ايه، ونرجع نعقب. انا اول واحد كنت بقول ان لازم الاهلي يروح يلعب في الاسماعيلي، لا الاهلي ما ينفعش يروح يلعب في الاسماعيلي. لا الاهلي ما ينفعش يروح يلعب في الاسماعيلي. لو ما سيطرتش على الجمهور وسيطرت على العيال دي وعلى اللجان الالكترونيه، انا كراجل زملكاوي بقول لكم مش عايز الاهلي يروح يلعب في الاسماعيلي. وانا ضد لان الاهلي لو راح يلعب في الاسماعيلي هتحصل مصيبه. بقول لك وانا ضد النادي الاهلي يروح يلعب في الاسماعيلي. وانا ضد الكلام ده اصلا. حفاظا على ارواح الناس. طب المنظر ده لا الناس هتموت طبعا، الكره تقف، كل حاجه واتاخرنا. فاهم الاهلي القصه ماشيه ازاي؟ ودول مش جمهور الاسماعيلي، انا عارف جمهور الاسماعيلي، جمهور الاسماعيلي لا يمكن انه يطلع الكلام ده. بص هو عشان بس تكون الصوره واضحه، هو ميدو بيسعى للهدف. ايه هو الهدف من البدايه؟ ان الزمالك السنه الجايه ما يروحش الاسماعيليه، باختصار شديد كده القصه، ان الزمالك ما يروحش السنه الجايه الاسماعيليه. طب نجيبها ازاي؟ لا يا جماعه الاهلي ما يروحش حفاظا على الارواح، ما هو الاهلي اوريدي ما بيروحش حفاظا على الارواح فعلا. بسبب ايه؟ بسبب تصرفاتكم انتم، بسبب
كلامكم انتم بسبب رسالتكم الاعلاميه انتم، لدرجه ان ميدو عشان درب في النادي الاسماعيلي قال لك ده مش جمهور الاسماعيلي. لا خليك واضح، ده جمهور الاسماعيلي. لجان الكترونيه ايه يا جماعه؟ ده ناس في المدرجات، احنا بنهزر يعني؟ انا اجي اقول لجان الكترونيه دي واستبعدها لما اتكلم على السوشيال ميديا؟ ده في ناس موجوده بشحمها بلحمها بدمها في المدرج. انا مش ما قدرتش استوعبها بصراحه، اللي هو ايه دي مش ده مش جماهير الاسماعيلي، عارف ده لجان الكترونيه اللي هو يعني كراسي وهميه كانوا بيهتفوا بالتلتان. انا مش قادر استوعب بصراحه يا جماعه. لا ده جمهور الاسماعيلي، ده نتيجه تغذيتكم لجماهير الاسماعيلي، ده الواقع يا جماعه. هي كل القصه ايه؟ تعارضت المصالح، تعارضت المصالح. انا عايز الثلاث نقاط بتاع المباراه وانت عايز ثلاث نقاط بتاع المباراه. انا مش بلعب في اخر دوري، انا مش بلعب على فكره ان احنا نعرقل النادي الاهلي، انا مش بلعب على فكره تعالى ولاد العم نجتمع على يعني اعاقه مسيره النادي الاهلي في تحقيق بطوله، ما عنديش ده، ده مش موجود كله. فالقصه ايه؟ انا مصلحتي الثلاث نقاط وانت مصلحتك الثلاث نقاط، تعارضت المصالح فظهر الكلام ده كله. فاسخف شيء ان انا ابقى شايف ده وخايف برضه، برغم ان انا بقول الاهلي ما يروحش يلعب في الاسماعيليه، خايف اواجه الجماهير بتوع الاسماعيلي اقول لهم يا جماعه انتوا غلط. لا انتوا غلط، اللي حصل غلط، ولازم المسؤولين يتحلوا بمزيد من المسؤوليه ويخاطبوا الجماهير ويواجهوها. يا جماعه غلط، دي كوره، دي كوره، ده اخوك الزملكاوي، ده الاهلاوي، ده اخوك يا عم. انت انفعل زي ما انت عايز في المدرج، شجع فريقك زي ما انت عايز. انا ضد التجاوزات ولكن بتحصل في كل حته وحصلت في تاريخنا كله، لكن الشحن ده اللي بيوصل للكراهيه ده مش في الكوره يا جماعه. ما ينفعش يكون بيننا في الكوره، ما ينفعش. وبالتالي احنا عشان ناس مسؤوله طالعين نخاطب الجماهير بوضوح ونحمل الجميع مسؤولياته، ما بنقلقش من حاجه الحمد لله. جماهير الاسماعيلي اخطات، اخطات. فكرة ان بعض جماهير نادي الزمالك تشكو من فكرة ان كان ممكن يكون في تعدي عليهم في المدينة، مدينة الاسماعيلية، لا ده غلط، غلط. الماتش يخلص في التسعين دقيقة، يخلص جوه الملعب، يخلص جوه الملعب ويبدأ يكون في عقاب، وعقاب رادع، ده المهم. وعجبني ان انت كبيان رابطة يا فارس حددت العقوبة وحددت كمان للتكرار عشان يبقى الدنيا واضحة للجميع. انا لما اجي كنادي اهلي او جماهير نادي اهلي حصل منها اساءة لثلاث مرات يا عم امنعني. طب سؤال، العقوبه دي تندرج على الدوري بس ولا باقي المسابقات؟ على يعني دي الرابطه فيما هو متعلق بالرابطه، الدوري وكاس السوبر، الرابطه داخله في مس... لا وكاس الرابطه، الدوري وكاس الرابطه تمام فقط لا غير. قصدك يعني ايه؟ لا عقوبات الكاس هتبقى للاتحاد، يعني احنا نراقب بعد كده ايقاف مباراتين بدون جمهور في الدوري. لو الجمهور اللي عنده مباراتين في الدوري اساء تاني في الدوري، واحنا معانا فيديوهات اكيد طبعا مراقبين، معانا كاميرا، لا ده احنا معانا حلقه ولا ومعانا عقوبه واضحه. ده باكد عليه، اصل احنا كنا عايزين بس كنا ممكن نقف ايه؟ انا اسامه من دلوقتي، ما انا معاك اهو، فاهم اكيد قصدك. ايوه ما احنا كنا ممكن نقف ليه؟ ليه يا جماعه؟ ما هو السؤال كنت ليه هو ليه الاسماعيلي يتحرم من الجماهير والزمالك يتحرم من عدد المشجعين اللي كانوا موجودين؟ كنا ممكن نقول ده، ما قلناش ده ليه؟ لان فسرنا البيان والعقوبات ان هنا تكرار ثلاث مرات وهنا مباراتين. طيب يعني يا جماعه ببساطه كده ثلاث مباريات، تكرار الموضوع في المباراه بعدها بتاخد مباراتين بدون جمهور. نادي الزمالك مباراتين فخد عقوبه ماليه بس، يبقى لو جمهور عقوبه ماليه وحرمان المشجعين اللي كانوا موجودين اللي هم عدد اللي داخل الاستاد 2400 وحاجه تقريبا 2243 هيتكرر ده من الجمهور بعد كده. اول مباراه تسمع فيها هتاف من جمهور خد عقوبه في مباراتين قبل كده، يبقى بعدها مباراتين بدون جمهور خالص، مش الجمهور اللي كان حاضر، حطوا تحتها 100 خط، مباراتين بدون جمهور خالص. الكلام ده مهم ان احنا نبينه من بدري. حاجه تانية في الكلام بتاع ميدو، انا بصراحه يا جماعه يعني بدات ابقى مش فاهم هي الناس عايزه ايه. يعني حتى الاجتهاد ليه حدود. هو انا بجد عايز اقاوم الظاهره دي؟ هو ايه اللي مش جمهور الاسماعيلي وايه اللي الجان الكترونيه وايه الكلام؟ يعني ايه مش جمهور الاسماعيلي يا جماعه؟ يعني مع احترامي هو اللي قبل كده ضرب العربيه ببرج العرب وضرب اتوبيس النادي الاهلي ببرج العرب وتم احتجازه هناك وتم ارسال ليه محامين من قبل نادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي على فكره حطه تحتها 100 خط. اللي اسامه اربطه بالكلام اللي قاله في البيان اللي بيقول لك كل المشجعين، عارفين ليه يا جماعه نادي الاسماعيلي قال في البيان كل المشجعين؟ الانديه الجماهيريه عشان يحسسك وانت بتقرا ان دي ظاهره عامه. بالظبط ده طبيعه الكره المصريه، فاحنا ما بنتكلمش عن نفسنا بس، احنا بنقول لنا والاخرين. لا هو جمهورك، ما تقوليش كل المشجعين، كل مشجعين النادي الاهلي ادرى بشعابه، جمهور الزمالك، اداره الزمالك ادرى بيه، جمهور الاتحاد الحاج مصلحي ادرى بيه، يعني كل حد عارف جمهوره. انت مالك انت بجمهور المصري والزمالك والاهلي؟ خليك انت في فريقك، انت عندك ظاهره زي نفس اللي عمله ميدو، فكره اصل دول مش جمهور الاسماعيلي. يعني ايه مش جمهور الاسماعيلي؟
هو اللي راح شال لفته قبل كده ولا اللي طلع عمل اعلان ده اصلا مش جمهور الاسماعيلي، ده اهل سكان في محافظه الاسماعيليه نفسها. فجماعه ده ارث، ارث انتوا اللي عملتوه على مدار سنوات، انتوا اللي صنعتوه بفكره تزكيه عند الناس ان مش تعالى نحل من البدايه. هو يا ابني القصه اساسها ايه؟ وسأل لكم قصه الاستضافه، ده احنا عندنا منشتات تاريخيه تثبت ان النادي الاهلي عرض الاستضافه، عندنا منشتات تاريخيه تثبت ان النادي الاسماعيلي كان بيلعب، عندنا نجوم تاريخيين عايشين معاصرين هم اللي قالوا بنفسهم ان الكلام ده غير حقيقي، عندنا قضايا تخص ان الازمه حصلت من انديه تانية خالص، وبالعكس ده جمهور تاني او ازمه تانية حصلت هي اللي خلت الاسماعيلي يسيب انديه كانت مستضيفاها، وقصص كتير جدا. اقف عند النقطه دي يا فارس، لان دي نقطه مهمه جدا بتثبت كلامنا عن تجاه المسؤوليه. احنا عندنا منشتات ممكن كانت تسخن الدنيا بشكل كبير والله جدا، والله ما طلعناها هنا وما اتكلمناش، ده حقيقي، ومرينا عليها مرور الكرام. عارف هتبقى القصه ايه؟ اصل مش انا اللي وحش، ده فلان اللي وحش، احنا ما عملناش كده، ومرينا عليها مرور الكرام. كل اللي عمالين نقوله يا جماعه احنا مش وحشين، وللتوضيح عندنا وقائع تاريخيه تثبت صعبة. ان القصه بتتحكي العكس خالص، في اكتر من كده، بس احنا مش هدفنا هنا نقول يا جماعه ده مش احنا وحشين، الحق ده النادي التاني اللي وحش، فنبقى نقلنا حاله التعصب من عندنا بنقول لانديه تانية لا خليكم انتوا اللي متعصبين مع بعض. هو ده مش هدفنا هنا يا عالمية. احنا كل اللي عمالين نعمله نقول يا جماعه والله احنا ما عملنا حاجه وحشه، والله يا جماعه فكره تغذيه الاصل الاهلي خد نجوم الاسماعيلي، ده اكتر فتره كان الاسماعيلي عنده رواج فيها اللي النادي الاهلي كان بيتبادل معاه، اللي كابتن حسن حمدي جه في وقت من الاوقات كان يقدر ياخد شريف عبد الفضيل ببلاش، قال لا نادي الاسماعيلي ياخد 7 مليون وياخد احمد صديق كمان عشان ما نبقاش ضرينا مركز بمركز ونديهم فلوس. الفتره التاريخيه اللي كان مفيش لاعب نادي الاهلي فاوضه وما فاوضوش نادي الزمالك في نفس الوقت، واللي ما جاش النادي الاهلي يحترف بره يا رجع نادي الزمالك زي محمد عبد الله وزي غيره من اللعيبه. بس القصه اعلاميا بتتحكي ازاي؟ بتتحكي انك لازم تكره النادي الاهلي، بتتحكي ان انت لازم يبقى عندك مشكله مع النادي الاهلي. لو جينا نحكي للصبح ان كابتن صالح سليم في 97 وعمل ونهائي الكاس وتلعب بالنهار بدل بالليل وده خسر ومفيش، وانا بقول دي تضحيه تاريخيه لو بتحطها في سياق التاريخي مش مفترض كانت تتعمل. بس تخيل يا اخي، ده انا عملت معاك اللي مش مفترض يتعمل، ده انا عملت معاك الاستثناء اللي هو البعض على فكره دلوقتي ممكن يجي يقول كابتن صالح سليم يعني كان ده ترفع مبالغ فيه، ولكن انا بقول لك لا، في الوقت ده بعدها بثلاث سنين تم وصول الاسماعيلي والزمالك لعبوا بالليل طبعا في نفس البطوله. انت يعني احنا فاهمين القصه بتتبقى اعلاميا ازاي؟ فيا جماعه اللي احنا بنقوله ده والله العظيم لو خرجنا بيه في الحلقه النهارده هو يكون اهم من اي فقره ويكون اهم من اي كلام، ان انت ما تبقاش بتزرع حاجه. وهنا ممكن ناس تيجي تقول لك ما انتوا بتتكلموا اهلي وزمالك، انا بقى بقولها لكم وعايز اتكلم في الحته دي بشكل صريح، واعتقد اسامه هيتفق معايا في الفكره واكيد هيكون عنده ملاحظه عليه. يا جماعه احنا ناس مشجعين كره قدم، مشجعين كره قدم بجد من واحنا صغيرين، والكره دي من الاخر هي اكبر جزء مكون في حياتنا عندنا شغف بيه. فاحنا عارفين كرة القدم ازاي، اللي فيها تنافس وفيها كلام على التحكيم وفيها جمهور الميلان والانتر بيقول لليوفي انت خدت ايام الكالتشيو بولي طلب بطولات ما كانوش من حقك، وفيها جمهور الاتحاد السعودي والهلال السعودي فيها الطقطقة والسف والهزار والمساحات والكلام على الصفقات والكلام على كذا. يا جماعة هي مش سكواش ومش تنس، دي كرة قدم وليها شغفها وليها في كل الدربيات في العالم. بس ما ايه علاقة ده بان انا اضربك وان انا اشتمك وان انا هينك؟ وهتلاقوا دي مفردات على مدار 6 سنوات هنا على الهواء عمرنا ما استخدمناه. فهو يا جماعه يا افراط يا تفريط، يا اما اي حد بيتكلم في منافسه ما احنا لسه عندنا تصريحات كان اعضاء مجلس اداره في نادي الزمالك طلعوا اتكلموا في ان احنا اكبر فريق واحنا اكبر وعايزين احنا كمان نلعب او ما نلعبش في كورة يا جماعة، وهتفضل كده. وتصريح برضو جديد عن فكرة ان احنا لا مصممين على غرام الكهرباء ودي ملهاش اي علاقة. يا جماعة دي الكورة والله، ما ده التنافس، ولا وهنفضل نتنافس وهنفضل نحفل ونهزر ونقول لك وانت تقول لي وانا وبيبو وبشير وبيبو. يا جماعة هي دي الكورة على فكرة، هي دي الكورة من مئات السنين في العالم كله. انما الاساءة، التطاول، التنمر، الخوض في الاعراض، الخوض في الذمم، ده شيء دخيل على الرياضة المصرية. هيا فارس، يعني احنا يمكن شعار برنامجنا من اول يوم واحنا دايما بنقول تناول بلا تطاول، والبعض خد فكرة اننا نعقب، لا يا جماعة لازم نبعد ولازم نعمل ولازم ولازم، لدرجة ان البعض كمان بيتحدث، يمكن كابتن طارق يحيى سمعت له تصريح غريب جدا ان في لاعب كان بيتفاوض مع نادي الزمالك هو محمود الاسود
لاعب منتخب سوريا. فنادي الزمالك خلاص ما تمش الصفقه، فقال خلاص كابتن مصطفى سأل ما نجيبه النادي الاهلي. فكابتن طارق يحيى قال تصريح غريب جدا، قال ايه ده انت عاوز تبوظ العلاقه الطيبه ما بين الاهلي والزمالك؟ لا لا، ده احنا نقف عند المفهوم ده كتير جدا يا جماعه، لان لازم نفهم صح. ده خطر. خطر طبعا. خطر باقسم بالله، خطر بنفس قدر، لانه هيخلي الناس عندها استعداد ان اي حاجه تتعصب. ده تعصب بالظبط، عشان كده بقول لك لازم نفهم صح. فيجو راح من برشلونه للريال، وعشان كده لازم نفهم صح، لازم نفهم ان احنا في تنافس شرس على ارض الملعب. بالظبط، في تنافس شرس ان انت تجيب اقوى سكواد لفريقك، ولكن القصه كلها اللي احنا كنا مختلفين معاها هي التطاول، هي التجاوز، هي التشكيك في زمن، هي الخوض في اعراض. يا جماعه الكلام ده ما كانش ينفع اننا نعديه كده. فلما نيجي نبدا مرحله جديده مع نادي الزمالك، احنا بنبدا مرحله تنافسيه شريفه جديده مع نادي الزمالك. فقصه ان انت تقول لي لو دخلت ورحت، انا طبعا مش بصدد ان انا اتكلم عن فكره اهلي تعاقده مع الهلال الاسود من عدمه، مش دي القصه خالص. انا بتكلم في مبدا وفكر خطر جدا على انه يصل للجماهير، لان ده مش هيبقى رياضه، ده كده هنبقى عاملين بالظبط زي محمد هنيدي في ارض النفاق. انتوا محسن، لا انتوا محسن، معلش والله بعتذر ان انا جبت فيك جول، لا الكلام ده مش في الكوره ولا في الرياضه. النادي الاهلي ونادي الزمالك، اي حد عايز يقوي فريقه من حقه ان هو يتفاوض مع اي نادي واي لاعب، بدليل ان اول طرح الاسم مصطفى اشرف في الرياضه المصريه كان من خلال اختيار مارسيل كولر. نادي الزمالك راح وخاض مفاوضات مع النادي ومع اللاعب، وتم الاعلان ان خلاص اللاعب ارتدى تيشرت نادي الزمالك، وقصه كبيره جدا. محدش اتكلم من النادي الاهلي وقال ده ممكن يعرقل مسيره العلاقات الطيبه بين الفريقين. مصطفى اشرف من ايام حسين حجازي وانتقال ده لنادي الزمالك ثم جمهور ثم كذا، وما يطلع عندك ظاهره مختار التتش. انا بكلمك بقى في الحاجات اللي هي مثلا مسمعه تاريخيا، رضا عبد العال في التسعينات، يا حسام حسن وانتقاله هو كابتن ابراهيم لنادي الزمالك، ده الكوره، ده الكوره. فاحنا بنتكلم ان لو بنتكلم بجد نبدا نرصد الظاهره في حجمها الطبيعي ونعالجها، لان ده الاتزان يا جماعه في كل حاجه. وافتكروا كلامي، ده الاتزان في كل شيء هو اللي بيؤدي لنتائج جيده. برضه هتعمل للناس فزاعه، كل حاجه تحصل الحق ده تعصب، ده اتكلم، ده جاب قال حاله تحكيميه، ده قال كذا، ده قال كذا. انت هتخلي بعد كده الجمهور اي حاجه تحصل يقول لك تعصب، ده انت بتزود التعصب مش بتعالجه. الامور اذا ما وضعت في نطاقها ونصابها الصحيح، زي العالم كله، زي مانشستر والسيتي، زي الصراع ما بين ايفرتون وليفربول، زي حكايات وكتب في الصراع الجماهيري والتاريخي، زي ما بين البوكا وريفر بليت، وكتب عن فكره البولوريتاريا في مواجهه الاسرياء وهكذا، هتيجي انت بتتكلم في كره القدم. كره القدم ده شغفها. ولكن نرجع لفيديو مهم ايضا عن فكرة التراجع عن النادي الأهلي والإسماعيلية، ومهم جدا نربط ده باللي قلناه من شوية. نشوف الفيديو. لا لا لا، يعني نسأل في الإسماعيلية، هو في حاجة، هم خدوا كام لعيب مش من الإسماعيلية؟ ولا أي حاجة، ما فيهاش مبرر. يعني أنا إيه، حتى كنت متوقع إن هيتكلموا على عبد الله الصعيدي، على لا فده كرسي في كلوب. أنا بقول مقصود أنا أنا كنت من الناس اللي كل ما أطلع في برنامج وأطلع معاك أقول إيه، إمتى الأهلي يروح الإسماعيلية؟ لا أنا مش هقول كده تاني، خلص بقى الكلام ده. بس ده مقصود تقصد؟ طبعًا. أنت مع مدرسة بليغ إن ما كانش المخرج يجيبها؟ والله دي يعني مش مدرسة تواجه برضه. طيب نفس القصة، الصحفي احمد الخضر هتلاقيه مثلا يطلع يقول لك اصل النادي الاهلي جاب دولارات وسام ابو علي منين؟ اللي النادي الاهلي ايضا شارك مشاركات كاس العالم للانديه كلها في حقق عوائد دولاريه. النادي الاهلي اللي شارك في دوري ابطال افريقيا وحقق ثلاث بطولات من اخر اربع نسخ بعوائد دولاريه. النادي الاهلي اللي باع حمدي فتحي ومحمد شريف بعوائد دولاريه. كل هذه الارقام طبعا، والسوبر الافريقي والسوبر حتى المحلي وغيره، ومن مشاركات لاعبين في منتخبات. ده انت بتتكلم عن بنود مناخير النادي الاهلي بدولار، هي متعدده جدا، يمكن بعض حتى البنود مش ظاهره لينا كاعلام ومشجعين بشكل اكتر من الحد اللي بيدقق ماليا يعني. ثم هذا الكلام حد هيتراجع عنه؟ لا. حد هيجي دلوقتي هو نفس الشخص اللي بيقول لك اصل اللعب في الاسماعيليه ليه بقى يا جماعه؟ بربط الربط ده لان 90% بل اكثر من اللي ما يردد عن النادي الاهلي هو لا يستند لاي وقائع ولا دلائل. وكاله الاهرام نفس الكلام، كابتن ميدو يطلع يتبنى وكاله الاهرام، احمد الخضري من نفس المدرسه اللي تبنت وكاله الاهرام. هنستنى كام سنه عشان الاثنين يطلعوا يعتذروا لنا ان احنا كنا بنقول افكار
غير حقيقيه بالمره، واحنا دلوقتي بنقول لك قصه مش وكاله الاهرام. ما هو برضو المعطيات تواجدت ان وكاله الاهرام من سنوات لا تاخذ رعايه النادي الاهلي، ان وقتها كان في عروض وعطاءات هي اقل مثلا سي بمليون جنيه، وفاكرين شركه بدون ذكر اسماء شركات يعني كان العرض فرق مليون جنيه، فاكرين ان نادي الزمالك لما انسحب وقتها من وكاله الاهرام ورعايه الاهرام الكبير الكبير والصحفي القامه والقيمه الزملكاويه وشخص يعني من الاشخاص الوطنيين اللي لهم تاريخ وباع كبير جدا اللي انا شخصيا بحترمه داخل وخارج نطاق كره القدم والعمل الصحفي هو مرسي عطله، خرج قال نادي الزمالك وقتها تعامل دون الرؤيه اللي هي قايمه على معطيات حقيقيه، وخد كلام جماهير وخد كلام اعلام وراح وراه. انتوا بتضروا ناديكوا قبل ما بتضروا اي حد، ورساله لو بنعيد اصلاح المشهد يا اسامه لازم نطلع نتكلم ده يا جماعه. وكاله اهرام نادي قرن تطلع تتكلم في نقاط تراكميه وفي اعلان بعد سنوات، وان من 94 تم الاعلان كذا، محدش بيسمع، الكل قافل ودنه ومحدش عايز يسمع. طب هل هنستنى كمان 10 سنين عشان يبقى مثلا الموسم ال 16 من الاهلي خط احمر ونجيب هنا احمد الخضري ولا ميدو وهم بيقولوا احنا كنا طلعنا غلطانين والمفروض كذا؟ هو ميدو بيروح ويجي في قصه وكاله الاهرام دي، ساعات يقول لك الاهلي كان عنده حق وساعات يقول لك لا القصه مش كده. لكن خلينا نرجع لموضوعنا لان موضوعنا مهم جدا، هي فكره المسؤوليه ان انت تواجه، يكون عندك القدره ان انت تواجه. خلينا نطلع لفيديو واضح جدا بيحسم هذا الامر ومش على لساننا. شوف الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريح عن مباراة الأهلي والإسماعيلي، وعندنا تعقيب مهم. يعني مثلا ماتش الأهلي والإسماعيلي مين بيقول إنه الأهلي ما لعبش في الإسماعيلي؟ الأهلي والإسماعيلي كل الأندية كل المباريات هو الأمن صاحب القرار، الأمن صاحب الأول والوحيد. هل الاهلي بيجي مطلع كل موسم يطلب مثلا من اللجنه او من الرابطه او من الاتحاد يقول له مش عايز العب ماتش في اسماعيليه؟ استحاله. عمرها ما حصلت، قرار امني بحت. لا بحت. لو النهارده يعني بقول النادي الاسماعيلي، بقول له مع حضرتك اهو النادي الاسماعيلي لو جاب موافقه الامن بتاع الاسماعيليه هيروح يلعب في الاسماعيليه على طول. الاهلي هيروح يلعب في اسماعيليه طبعا. بعدين مديرية أمن الإسماعيلية ما هو جنب النادي الإسماعيلي، معايا يروح بس المدير الأمن يقول له ممكن تدينا موافقة ويبعتها للأمن العام، والأمن العام هيبعت لنا على طول. سهلة الموضوع، الموضوع سهل جدا، ده شرح الموضوع يعني. بس موضوع سهل، لكن لا تتحكم في الماتشات اللي شبه كده. بس برضو علشان نقف مع النادي الإسماعيلي من 2010 خلينا مباراة تانية برضو بتاعة الأهلي والإسماعيلي خارج ملعب الأهلي. فالاثنين بيتلعبوا في الامن مش معترض ان الاسماعيلي يروح القاهره، الاسماعيلي بيلعب الزمالك في القاهره. الامن مش معترض. انما قلنا للتساوي بيلعبوا بين الناديين ان الاثنين يتلعبوا في اسكندريه. يعني اعتقد كلام واضح جدا، وقال لك ايه رئيس لازم تشرح وتكرر فكره عشان ممكن الناس برضو بتستنى التعقيب، بيبقى دايما احنا بنقول عشان كذا حد قبل كده بيقول لي انتوا بتقولوا كذا وبنستنى التعقيب. الحاج عامر حسين بيتكلم بوضوح وقال ان القصه عند مديريه الامن في الاسماعيليه، وحتى قال بشكل فكاهي كده ان النادي الاسماعيلي جنب مديريه الامن القصه سهله وبسيطه، لو جبتوا موافقه للاعب النادي الاهلي في الاسماعيليه النادي الاهلي مباشره هيروح الاسماعيليه باختصار شديد. يعني قال له ايوه الموافقه، والنادي الاهلي ما عندوش ادنى مشكله ان هو يجيب موافقه امنيه ان الاسماعيلي يلعب في القاهره، لان الاسماعيلي بيلعب مع فرق القاهره في القاهره. ولكن احنا من 2010 وقفنا مع النادي الاسماعيلي، جمله مهمه جدا، وقفنا مع النادي الاسماعيلي وخلينا مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي المفترض تتلعب في القاهره في برج العرب. انت مستني ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني عشان تطلع تتحدث بمسؤوليه وامانه ونزاهه وتوجه الرساله الاعلاميه السليمه؟ لا ما هو مش هيعرف بقى يوجه الرساله في موضعها، فهو الشماعه اللي عنده هي النادي الاهلي، والنادي الاهلي الراجل يا جماعه رئيس لجنه المسابقات لا نقط ولا جمل للاهلي في الموضوع، نادي مش ما عنده مشكله بتتعذر، وده على فكره قرار سياق منطقي جدا لربما دلوقتي بياكد المعطيات اللي كانت عند الامن عشان كده ما بيمنحش الموافقه لان احنا شايفين. وعلى الجانب الاخر عشان يحلوا المشكله زي ما بيقول النادي الاسماعيلي، وعشان طب معلش بقى يا اهلي تعالى انت العب بقى ماتشك التاني اللي انت ما عندكش مشكله فيه انك تجيب موافقه امنيه، معلش يعني عشان خاطر الاسماعيلي اخوك وحبيبك وبتاع والشراكه التاريخيه ويعني الانديه الشعبيه لبعضها، روح العب في برج العرب. فحاضر، اللي قال حاضر ده هو اللي بيتشتم، اللي قال حاضر ده هو اللي بتزاد عليه،
اللي قال حاضر ده هو اللي بتسوق اعلاميا دلوقتي ان هو اللي مش عايز يروح الاسماعيليه، ثم يرجع ميدو واحمد الخضري يقولوا اه ده احنا اكتشفنا بقى دلوقتي ان النادي الاهلي ما يروحش الاسماعيليه. اعتقد يا جماعه لو ركزتوا معانا في الفقره دي هتعرفوا قد ايه النادي الاهلي نادي مسؤول. اعلام النادي الاهلي اعلام مسؤول، اداره النادي الاهلي قبل الجميع هي اداره مسؤوله بتقدر الظرف، بتقدر المعطيات، وبتقدر بعض الامور اللي بتتساهل فيها عشان ما يكونش في شحن جماهيري لو انت مش قادر تلعب مباراتك الاولى في الاسماعيليه. فانا ما عنديش مشكله ان انا العب في برج العرب رغم ان انا عندي الموافقه الامنيه، ولكن في نطاق وفي اطار ان النادي الاهلي لا يزج به اتهامات ثم بعد كده بيلاقي برضو الاتهامات. كلام مهم جدا لسه معانا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. عندنا قضية لازم تفكر فيها كده بهدوء، لان انت لو سمعتني النهاردة والنادي الاهلي بيفوز على مندياما الغاني ببارك لبيتس وموسيماني هتقول ان انا مش طبيعي، هتقول في حاجه مش حقيقيه، يعني ده مارسيل كولر هو اللي بيقود الفريق. لو جيت مثلا لانجاز معين ونسبته لشخص سابق ووقت الاخفاق انسبه لشخص حالي برضه امر غير طبيعي. باختصار شديد التحكيم المصري، احنا هنا لينا وقفه مع التحكيم بشكل واضح جدا. انا واحد من الناس بقول لكم من 3-4 سنين طلعت وقلت اللي يقول لك التحكيم المصري بخير قول له والله العظيم التحكيم المصري ما بخير، وقلت اتمنى في يوم اطلع اقول له يا جماعه التحكيم المصري بخير، يعني موقفه واضح. ومع ذلك لما جت افريقيا وشفنا مستوى مميز الى حد ما عما نراه في المسابقات المحليه من التحكيم المصري كنا سعداء وطلعنا اشدنا، حتى مع محمود عاشور اللي احنا اختلفنا معاه كتير جدا لاسباب منطقيه وكانت اخطاء واضحه ومسجله صوت وصوره باراء خبراء التحكيم، طلعنا وقلنا حاجه جميله جدا ان هو يصل الى المباراه النهائيه في افريقيا. لكن ناخد القصه دي ونبدا نقول يا جماعه ما التحكيم كويس اهو، امال ايه المشكله؟ لا، المشكله ان لما بيجي الاداء ده اللي احنا شفناه للمسابقات المحليه بنلاقي امر مختلف تماما. ولكن قلنا ايه؟ قلنا الفقره دي كانت معانا من الاسبوع الماضي بالمناسبه وكانت موجوده في السكريبت، ولكن احنا لضيق الوقت من جهه وبرضه انتظارا للي احنا متوقعينه من جهه اخرى اجلناها للاسبوع ده. ايه بقى اللي انت كنت متوقعه؟ انا كنت متوقع انا وفارس يعني ان الحكام اللي اجادوا في افريقيا هيخطئوا اخطاء صعبه جدا في الدوري المحلي. كنا نتمنى ان لا يحدث ذلك. ليه؟ لان انا مش هقدر اقبل او عقلي يقبل ان انا وانا شايف حكم بيلعب تحت ضغوط بطوله قاريه متشافه بشكل كويس مع ضغوط جماهيريه مع منتخبات قويه ان هو يقدم اداء مميز. كان في بعض الاخطاء ولكن اتعالجت مع تقنيه الفيديو، والحكم امين عمر وقتها خد قرار سريع جدا ورجع لقرار تقنيه الفيديو اللي ما يلقاه في تقنيه الفيديو، ومباراه الافتتاح عملها بشكل مميز جدا. محمد عادل كان يمتلك قوه شخصيه مميزه جدا في مباراه مالي وكوتيفوار ايضا، يعني محمد معروف ومحمود عاشور حكم مباراه نهائيه، غير طبعا يعني الحكام المساعدين اللي اجادوا بالتاكيد، وما كانش في اي اخطاء خالص في البطوله دي تقدر تقف عندها وتقول في خطا فادح للتحكيم الافريقي على عكس بطولات كانت سابقه كان فيها اخطاء فادحه بالفعل، وحكام بتنهي المباراه والشوط الاول قبل مدته وكلام من هذا القبيل. لكن لما يجي التحكيم ده الاقيه في المسابقه المحليه مع اول اسبوع، انا ما استنيتش، مع اول اسبوع الاقي اخطاء تحكيميه فادحه، وبرده مش كلامنا، والله ما كلام خبراء التحكيم. لا يا جماعه، يبقى هنا في مشكله، يبقى انا ما زلت عند رايي لا التحكيم المصري مش بخير ومش بخير جدا، واحنا هنا ما بنوازنش الامور، قلناها واضحين وانتوا خبراتكم معانا عارفينها. احنا هنا بنقول وجهه نظرنا، واعتقد يا فارس قبل ما نروح لاي فيديوهات لازم نعقب في النقطه دي ويكون برضو ليك راي في النقطه دي، ان احنا طول الوقت عندنا وجهه نظر واضحه ده حقيقي، ما فيهاش اي نوع من انواع الجري اريا مش عندنا في البرنامج ده حقيقي. جري اريا هنسمعها بعد كده، هنسمع مين بتاع الجري اريا. ولكن يا جماعه حاجه مهمه جدا قبل مناقشه تصريحات كابتن عصام عبد الفتاح، في نقطة مهمة جدا، إن أنا بشوف إن الناس بتفكر بمنطق غريب جدا. الحكام المصريين أدوا أداء جيد في بطولة أمم أفريقيا،
ولكن انا ما زلت عند رايي ان كان هنالك احتفاء مبالغ فيه جدا بيهم، دي قناعه شخصيه تامه، ان كان هنالك احتفاء مبالغ فيه، وكان مهم جدا ان انا يكون سؤالي اعلاميا مع اي حكم بيقعد قدامي هو ليه المستوى المتضارب ده، لان انا عندي 3 مواسم شفت فيهم احتواء وروح بروتوكول وروح فار وشفنا كل انواع الحاجات الغريبه جدا، كان فين المستوى ده؟ فانا الاداء اللي حصل في امم افريقيا هو قبل ما يخليني افرح انا يخليني اطرح علامات استفهام و100 تساؤل، لان في نقطه كمان في غايه الخطوره والناس بتبص لها نظره غريبه جدا. انا عندي سي موظف شغال في شركتي، عندي شركه موظف شغال فيها، الموظف ده اداؤه في الشركه كارثي، بيجي متاخر، ما بيقديش الجوب ديسكريبشن بتاعته، عنده كل ما تديله تاسكس يبوظها، ومسبب ان الشركه نفسها المنتج النهائي بتاعها طالع زي الزفت. فانا عندي شركه تانية، شركه مالتي ناشونال، عايزين مجموعه من الموظفين من كل شركه تبعت لنا 2-3 من الموظفين اللي عندها، فبعت 2-3 من الموظفين اللي اقدر ابعتهم. الموظفين دول شفت اداء عندهم غير طبيعي، شفت عندهم اداء استثنائي. انا هنا لازم ارجع واشوف هو ايه السبب، هو انت ليه عندي؟ لان انا في النهايه مصلحه شركتي ومصلحه الدوري المصري ومصلحه الكره المصريه، هو الحكم ده في الاساس الاهم ان هو يكون جاد في المسابقات المحليه اللي بيتقاضى طول السنه يا اسامه الاجر مقابل ان هو شغال فيها، مش انا افرح في مسابقه تانية وانا عندي خلل هنا، ما عنديش مشكله ان افرح بادائه بره، بس دي قرينه عليهم. ده لازم اجيبك بقى واقول لك هو تعالى انت عندك ايه السبب، وما تقوليش ضغوط وجمهور والكلام ده، لان زي لاعب الكوره الاعلامي، لاعب الكوره، الحكم، المدرب، اي حد ما بيعرفش في الكوره يشتغل تحت ضغط يقعد في البيت. لو انا طالع حلقه هنا وانا اسامه في خط احمر وبيتفرج علينا ملايين الاهلاويه على شاشه قناه النادي الاهلي وعارفين ان احنا بعد ما بنخلص كل حلقه بنلاقي مشاهداتنا 3-4 مليون على المنصات المختلفه، فنقول ده احنا بيتفرج علينا 3-4 مليون فاحنا مرتعدين ومش قادرين، خلاص نقعد في البيت. الحكم اللي مش هيقدر يقعد في البيت، اللعيب اللي تيشيرت فريق تقيل عليه عشان فيه ضغط جمهور في المدرجات يقعد في البيت. فحجة الجمهور دي ده معناها ان انا بقول كحكم روح هات حكم اجنبي، اللي هم بيرجعوا يرفضوه. ده بتسيء ليا انا كحكم طبعاً. انا كحكم بتسيء ليا. ولو جينا اتكلمنا في نقطه تانية قلنا اصل انا كنت شغال على الامكانيات متطوره، الاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها بطرق بالعين المجرده، لا مشكله زوايا كاميرات ولا مشكله حكم بعيد عن اللعبه ولا مشكلة تقنية فار اتشدت الفيشة بتاعته عشان يتعامل من كوباية شاي، ده احنا بنتكلم لسه في أول أسبوع في أخطاء ما فيهاش كلام يا جماعة، ما ينفعش أنا وأنت نختلف عليها. مش زاوية تسلل مثلا. خالص خالص، ما ينفعش أنا وأنت نختلف عليها، في أخطاء ممكن أقول لأ صعبة، ما خدمتنيش، مش واضحة، هقول ماشي تعدي ونبدأ هنا نروح للإمكانيات بقى اللي كانت متوفرة في أمم أفريقيا، لكن أنا عندي صور واضحة في مباريات 3-4 مباريات لا تقبل الشك، طلع خبراء التحكيم اتكلموا وادانوا الحكام ومنهم حكام حكموا في البطوله واجادوا في البطوله، والحكام دول خدوا بالكم مرشحين لاداره نهائي كاس مصر، ونهائي كاس مصر مسابقه اول مره بتتلعب في المملكه العربيه السعوديه ويحضرها جماهير كتير وهتتعمل احتفاليه بشكل كبير جدا. انا اتمنى يكون التحكيم المتواجد في هذه المباراه تحكيم اجنبي. ما اعتقد القصه فات اوانها. فات اوانها؟ اعتقد القصه فات اوانها، ولكن حتى لو هتجيب تحكيم مصري هو مفترض تتمنى حاجه تانية. ما تجيبش حكم لسه عنده خطا كلنا شايفينه، سبحان الله في مباراه قد يكون طرفها احد اطراف الكاس. ما هو المشكله بيقول لك ان انا هجيب حكم من الثلاثه اللي كانوا في امم افريقيا. ما هو ثانيه واحده بقى، ما هو انت عندك خيارات تانية، احنا مش عايزين ندخل في ترشيحات عشان ما يتقالش اصل الاهلي رشح واعلام الاهلي رشح، ولكن طبيعي لو انت عندك مجموعه من الحكام بالاطقم اللي قبل كده حتى خدت مباريات دوليه وفي مسابقات دوليه، روح للطاقم اللي ما كانش لسه عنده خطا مع فريق من اطراف الكاس، ده الا يعني ده احنا كده بقى. والامنيات بقى والدعوات ان يكون في هناك عداله فقط لا غير، احنا مش طالبين غير العداله. عشان نبدا نتكلم عن مستوى تحكيم مصر لازم اجربه في المسابقات المحليه، اللي هي لان انت لما بتيجي في المسابقات المحليه انا بخاف بقى اقول ايه، طب ما هو اللي يخليه يغلط كده، لا كده ممكن ضعف شخصيه مثلا، طب اهواء وانتماءات مثلا، طب الان من ضغوط جماهيريه او تصريحات بعض المسؤولين، يعني تصريحات المسؤولين دي بقى لازم نجي لها. يعني انا بس عايز افهم القصه وضعها ازاي، لكن خليني اقول لك ان الاشاده راحت
لكابتن عصام عبد الفتاح وانا ما فهمتهاش. كانك بالظبط بتقول تجربه سواريش هي اللي منحت كولر الخمس بطولات الموسم الماضي. بالظبط بالظبط ان انا اجي اشوف كابتن عصام فتاح وادي له كريت انا ما فهمتهاش. وعشان تفهموها تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب على تصريحات كابتن عصام عبد الفتاح. ربنا بيجيب لك حقك وبيعوضك بعد سنين كتير من الرحيل. والله الحمد لله يا سيف، فضل ربنا كبير، وفعلا ربنا ما بيضيعش اجر اي حد اشتغل واشتغل باحترامه وبحب لبلده يعني، الحمد لله. الحكام امبارح واول امبارح لما كلمتهم وقالوا ده شغل عصام عبد الفتاح وكان قبليه جمال غندور، ده شغل المصريين، دي صناعه مصريه ومتكتين عليها قوي، وما حصلت مشكله رجعت لهم لاكون عملت لكم مشكله ولا حاجه اللي موجود اجنبي. قال لي يا كابتن بناكد لك تاني نفس الكلام تاني. دايما التحكيم مظلوم في مصر، ويمكن انا كنت بطلع دافع عن الحكام في الحق وليس الباطل، وادي محمود عاشور اللي الناس كانت عاوزه تذبحه واللي كانوا عاوزين يشيلوه من القايمه من احسن الحكام في الفار، مش في افريقيا، في العالم. فعارف نجاح كبير جدا 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 جدا، والحمد لله زي ما قلت ان الله يدافع عن الذين امنوا. الحمد لله ان يعني ما كناش بنكذب على الناس يا سيف، كانت الناس تطلع تقول لك ما فيش تطوير للتحكيم المصري، لا قال لهم حرام عليكم، انسوا بقى قصه التحكيم وادوا الثقه في التحكيم وبلاش التحكيم يبقى الشماعه. للاسف احنا يا سيف ضيعنا ثلاث سنين يعني من عمر التحكيم المصري اللي فاتوا دول، بان احنا بنقدم ناس اجانب دون المستوى. انا بقول بكل امانه دون المستوى، انا بقول هذا الكلام وانا مش راجع، بس بقول عشان بلدي، عشان نوفر العمله الصعبه اللي احنا في اشد الاحتياج ليها. وبقول للناس ما تخافوش من الانديه الكبيره، ما تخافوش من الانديه الكبيره، لازم تكونوا رجاله رجاله وتتحملوا يعني مسؤولياتكم. يعني انت يعني انت 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 عايز تقول ان الناس الخبراء الاجانب اللي بيجوا دي فلوس في الهوا؟ اقسم بالله العلي العظيم، الاول ضحك ونصب علينا، والثاني انا وقفت معاه على فكره مستر بيرير، انا وقفت معاه ناثينج ولا حاجه، راجل محترم كان حكم كبير فعلا، انما هو بعيد تماما عن تطوير التحكيم، بعيد تماما عن الثقافه التحكيميه. يعني والله انا ما بهدمه، انا بقول الحقيقه، انا كنت واقف معاه. القصه الخوف من الانديه الكبيره، يجيبوا واحد اجنبي عشان خايفين من الانديه الكبيره. انا بكلمك بكل صراحه وعندي حاجات لو قلتها، بس انا خلاص لما بمشي ما بحاولش اتكلم، ولكن يا ريت نخاف على بلدنا، ادي ولادنا هم شرفونا، اديهم الثقه في مصر وهيكونوا افضل كمان من بره. القصه سهله جدا يا شيخ، بس احنا بنلف وندور. عايز افهم ليه بنبارك لكابتن عصام عبد الفتاح؟ عمل ايه كابتن عصام عبد الفتاح عشان ابارك له؟ هل كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام الحالي؟ لا. طب حتى رئيس لجنه الحكام السابق؟ لا، ده رئيس لجنه الحكام الاسبق. جه بعده اثنين تولوا رئاسه لجنه الحكام اجانب، اي تطور في الاداء يصل اليه الحكم المفترض الموضوعيه تنسبه للموجودين حاليا. هقول لك لا، بس انا معايا تصريحات حكام قالت ان الفضل بيرجع لكابتن عصام عبد الفتاح. كان فين مستواك ده في امم افريقيا الماضيه؟ كان فين مستواك وانت بيتعمل خمس مباريات فاصله ما بين المنتخبات للوصول لكاس العالم مش لاقي حكم مصري؟ كنت فين في عهد عصام عبد الفتاح؟ ما كنتش موجود. فما ينفعش انسب النجاح لعصام عبد الفتاح، لان لو النجاح لعصام عبد الفتاح كنت اتواجد في امم افريقيا الماضيه بشكل زي ده، كنت اتواجد في تصفيات كاس العالم بشكل زي ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا مش هقف عند تصريحات كابتن عصام عبد الفتاح ان انا ما بحاولش اتكلم، لان بعدت انت بتتكلم اكتر ما كنت موجود في رئاسه لجنه الحكام. لكن كنت بتدافع عن حكامك ازاي في الحق في اخطاء فادحه كنت بتطلع بمنتهى الوضوح تعارض كل خبراء التحكيم وتتهمهم ان هم ما بيفهموش عشان تدافع عن الحكام؟ الامر ببساطه شديده، الحكم المصري الان بيبحث عن دوره بعد الاعتزال، بيبحث عن وجود في لجنة حكام، بيبحث عن توليه لرئاسة لجنة حكام، فبالتالي في هناك دعم لشخص أسبق من السابق، وفيها فارس بوضوح محاربة لرئاسة لجنة الحكام أو رئيس لجنة الحكام الأجنبي لمستقبلنا كحكم متقاعد. لأن هم عارفين إن لما يجي كابتن عصام عبد الفتاح اللي بيقول مش عايز يرجع، يجي يرجع هيبقى ليا نصيب معاه، إنما بيريرا وكلاتنبرج وكل الكلام ده الناس دي إلى زوال. ولكن مهم جدا ناخد الفيديو ده ونسمع الحكم محمود عاشور وهو بيتكلم عن مين بقى رئيس لجنة الحكام الحالي، عشان عندنا تعقيد مهم جدا.
القصه بدات مع الاجانب اللي جت، انا يعني ما كنتش عارف الموضوع فين وانا مش بتاع خناقات ولا يعني اموري بسيطه وسهله ما عنديش مشكله خالص. امال اتلحقت ازاي؟ لا اتلحقت ازاي دي انا مش عايز اخد الحلقه بس لا خد لي دقيقه كده. طيب يعني انا بص صدفه طبعا انا حاولت طبعا مع المجلس قال لي احنا جايبين خبير اجنبي وطبعا خبير اجنبي هو جاي طبعا علشان خاطر حق تصد يعني حق تصد هو منصب سياسي يعني مش انما كتطوير احنا عندنا ناس قدهم 10 مرات فعلا لا 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 خالص يعني امال الحقيقه يعني صرفنا دولارات صرفنا فلوس ملهاش اي قيمه ولا لها اي لازمه خالص والله العظيم لا والناس حاسه بده يعني اكيد الناس لمست الكلام ده. فطبعا بدات الحكايه لا انت بالنسبه لي 45 سنه خلاص بطلت. ده كلاتنبرج؟ ده كلاتنبرج ثم بريرا بعدها بقى كان مصر بريرا اخرنا 12 كنت انا محمد عادل اخرنا شهر 12 عشان حكام دوليين وما كنتش موجود في معسكر الاليت اللي كان اللي كان عامل مستر بريرا في الاول خالص فطبعا زي ما قلت لحضرتك كان بتاع دوشه رحت رايح لاتحاد الكوره الاستاذ جمال علام انا عايز اعرف بس التحكيم ده بتاع مين؟ مين بابا التحكيم في هنا؟ يعني ايوه اكلم مين؟ قال لي في ايه؟ قلت له انا معسكر الاليت طلعت الاسماء وانا مش موجود. هو الحقيقه يعني انا ربما تفهم ان كابتن شوبير اكيد يعني ربما مراعاه لضيفه هو يعني حاول يعدي الموضوع، ولكن اي حد بيناقش ملف التحكيم في مصر يعرف ان احنا قدام تصريحات كارثيه ومستحيل تسمعها في العالم كله. وانا بقول لكم محمود عاشور ده لو افضل حكم في كاس العالم، مش في كاس امم افريقيا، في كاس العالم اللي لعب نهائي كاس العالم وطلع له كده جايزه وشهاده من الفيفا ان انت افضل حكم في العالم وافضل حكم في كاس العالم وحكم ماتش واحد بعد اللي قاله ده تبقى كارثه. انا مش متخيل الراجل قاعد بينتقد وبيقول انه ملوش لازمه فيريرا رئيس لجنه الحكام اللي هو حكم فيها وبيتقاضى راتبه على الفاضي. طب الراجل ده لما ياخد مباريات بعد كده انت تفهم ايه؟ انت متخيل كأن لاعب في نادي اللاعب ده ما بيلعبش مع المدير الفني حتى لو هو سوبر ستار وعنده راي فيه فيطلع في الاعلام يقول المدير الفني ده لا يصلح وجاي ياخد فلوس بالدولارات وبس وملوش قيمه وتيجي بعد كده تلاقيه بيلعب. يا جماعه التصريح ده الف ب عمل مؤسسي في اي مكان. لو حكم هيطلع يقول على رئيس لجنة التحكيم الأجنبي بتاعه ملوش لازمة وبياخد دولارات بس ويرجع يحكم بعد كده فصدقوني احنا قدام كارثة تحكيمية. وما ترجعش حد بقى يسألني هو التحكيم المصري ليه فرق عن التحكيم بره وليه بيحصل فيه كده، لأنه واضح أن صراع جوه توازنات وحرب تكسير عظام وموازين قوة. نتمنى أن كنادي أهلي ما يدفعش ثمن ده. هو قال يا فارس محمود عاشور قال لك أنا عايز مين أعرف مين بابا التحكيم، وواضح جدا اللي تم تعيينه بالشكل ده أن هو اتحاد كرة القدم وبابا التحكيم ممكن نسأل عنه وجبات الملوخية اللي حضرتك بتكون حاضر فيها، لكن ده كان جزء مهم جدا على التحكيم. أنا الوضع صعب يا أسامة وأنا ما عنديش مشكلة أن أي حكم يا جماعة ممكن يكون مستواه الفني جيد سيء، ولكن طول عمرنا نعرف ان الامور تستقيم لما تحافظ على ثوابت اي عمل. حكم يطلع يهين رئيس لجنه حكامه بالشكل ده ثم اللي بياخد مباريات في الدوري يبقى معروف كده ان الحكام اقوى من رئيس لجنه الحكام، ويبقى من الاخر القصه ماشيه بشكل غلط. وكانت رساله مهمه جدا، مبروك للاهلي التاهل عن مجموعته رسميا، وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي في النهائي أيا كان مين منافسيه. نشوفكم في حلقات أخرى ويظل النادي الأهلي خط أحمر.